صباح الخير يا دكاتره. النهارده هناخد اول محاضره في المهمه يعني عندنا في الاوبسيتكس، بمعنى ان انت لو البيزك بتاع الجاينيكولوجي هي محاضره البيزك بتاع الاوبسيتكس هي النورمال ليبر، وطبعا انترودكشن تو نورمال ليبر از اكستريملي امبورتنت عشان نقدر ان احنا نتكلم بعد كده في الميكانيزم بتاع الليبر. لازم يبقى عندنا انترودكشن او بيزكس، لان البيزكس دي انتوا ما خدتوهاش. يعني مثلا في الفيزيولوجي انا ابتديتش بالبيزكس لان انتوا كنتوا واخدينها سواء في الفيزيولوجي في الهيستولوجي في يعني في البايو، يعني كان كله انتوا واخدينه قبل كده. لكن هنا انتوا ما خدتوش، يمكن خدتوا الاناتومي بس ما خدتوش الاناتومي بتاع البوني بلبس قوي، انتوا خدتوا الاناتومي بتاع البلبيك اورجنز. فعشان كده محتاجه ان انا ابتدي محاضره بيزك عشان تبقى يعني الفرشه بتاعتنا او البيزك بتاعنا لشرح النورمال ليبر بعد كده. في حاجات من اللي انا هقولها النهارده هتلاقوا نفسكم عارفينها، وفي حاجات بنسترجعها مع بعض، وفي حاجات بنرابط اب بطريقه سيستماتيك بحيث ان هي تفيدنا بعد كده في شرح النورمال ليبر. عشان نتكلم على الانترودكشن تو نورمال ليبر، مهم قوي ان احنا نعرف البوني بلبس بتاع الفيميل كويس، ويبقى عندنا فكره عن البوني بلبس بتاع الفيميل، لان هو ده الفيتس بعد كده او البيبي هيباس ثروت. فمهم ان احنا نعرف البوني بلبس، مهم ان احنا نعرف الفيتر سكال، لان اكتر من 95% من الحالات الست هتيجي او الليبر بتيجي بكيفاليك برزنتيشن، يعني البيبي بيبقى جاي براسه كيفاليك، يعني البيبي جاي براسه كيفاليك برزنتيشن، البيبي جاي براسه. فعشان كده مهم ان احنا نعرف الراس كويس، لان اتس بون اتس نوت كومبريسبل، والبلفس ده عشان نعرف اذا كانت الراس دي هتعدي جوه البلفس ده ولا مش هتعدي جوه البلفس ده. بلس شويه ترمينولوجيز ثانيه ميديكال ترمينولوجيز بنتعامل بيها كدكاتره نساء او كجي بيز انتوا، لان انت الجي بي بيولد، الجي بي بيولد، فالنورمال ليبر دي مش المفروض تجي لي، مش المفروض تيجي للسبيشالست ولا كونسلتنت بتاع نساء، هو المفروض الجي بي هو اللي بيولدها. يعني انت مش هتتخصص نساء لكن هتولد وانت في الوحده الصحيه او انت في الاستقبال او كده، فبالتالي لازم تبقى عارف البوني بلبس والفيتر سكال، ولازم تبقى عارف الترمينولوجيز اللي ريليتد للنورمال ليبر. اول حاجه نبتدي بيها الفيميل بوني بلبس. الفيميل بوني بلبس اسمهم ايه دول؟ الايليك بونز. الايليك بونز ليهم فوق كده الايليك كراست، ودول بيبقوا واسعين وطالعين لبره واسعين جدا جدا جدا، بحيث ان مش ممكن الراس تتحشر ما بين الايليك كراست، يعني مفيش راس ممكن تتحشر ما بين الايليك كراست. عشان كده بنقول على الحته اللي فوق دي فولس بلبس، ما مش فارقه معانا، ما تهمناش. اللي يهمنا الترو بلبس، الترو بلبس اللي هو يبتدي بالبلبيك انلت، الترو بلبس اللي هو يبتدي بالبلبيك انلت او مدخل البلبس، مدخل البلبس. فاحنا عندنا الاول مدخل البلبس اللي هو مدخل الترو بلبس، وبعدين بعد كده عندنا بعد مدخل البلبس في بلبيك كافيتي، الكافيتي اللي موجوده في البلبس اللي هو هيخش فيها برده الراس، في بلبيك كافيتي، وبعدين بعد كده الاوتلت، الاوتلت بلبيك اوتلت. منطقي في عندنا انلت وفي عندنا كافيتي وفي عندنا اوتلت، اوكي؟ واحنا عايزين دلوقتي نعرف هو الانلت ده عباره عن ايه والدايمترز بتاعته عشان نعرف الراس دي هتخش جوه البلبس اساسا ولا لا، والكافيتي برده هي عباره عن ايه، والاوتلت عشان برده الراس لازم تخرج من البلبس عشان البيبي يتولد، تدخل وبعدين بتفضل في الكافيتي يحصل لها شويه مانوفرز كده وبعدين تخرج. طيب الانلت، حد يقدر يقول لي من ورا لقدام؟ وكلمه من ورا لقدام دي مهمه جدا، لان كل الشرح بتاعنا وكل بعد كده الترمينولوجيز بتبقى من ببتدي من ورا من بوستيرير لقدام، من ورا لقدام ايه ده؟ زيترا، بس ليها حته من فوق كده ايه دي؟ برومونتري بالظبط، سيكرال برومونتري، دي سيكرال برومونتري. فاول حاجه في الانلت بتاعنا هو السيكرال برومونتري، سيكرال برومونتري. طب وبعدين بعد السيكرال برومونتري في عندنا ايه؟ لاترال تو سيكرال برومونتري ايه دي؟ ايلا اوف ذا سيكرا، بالظبط كده، في عندنا سيكرال برومونتري، في عندنا الايلا اوف ذا سيكرا، وبعدين بعد كده يجي عندنا في لاين كده موجود على الايلياك بون اسمه ايه؟ الايلياك اللاين ده، ها ايوبيتينيال لاين، بالظبط كده، وعليه امينس. ايه ده؟ هو الامينس ده مهم؟ مهم تفتكروا؟ بالنسبه لي دي اوبستريك امبورت، ما انا مهمه بالنسبه لي يعني اوبستريك، انا ماليش دعوه يعني اناتومي، اه طبعا مهم للاناتومي، لكن هل مهم الايوبيتينيال امينس ده؟ هو الامينس ده بيعمل ايه؟ امينس ده عباره عن ايه؟ يعني ايه امينس؟ يعني حاجه طالعه كده شويه على اللاين. فهل الحاجه اللي طالعه الامينس اللي طالع ده على اللاين ده هيفرق معايا كاوبستريك امبورتنس؟ يفرق ازاي؟ هيعمل ايه؟
هيأثر على الدايمتر بتاعت الانلت يعني ولا مش هيأثر؟ هيأثر ازاي؟ هيوسعها ولا هيضيقها؟ هيضيقها. تبقى مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه جدا. اي حاجه توسع مش تبقى مهمه، مش 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 سايد افكت، مش مش اوبستكل قدامي. لكن اي حاجه تضيق، اه طبعا دي اوبستكل قدامك، فطبعا مهم. عشان كده بنقولها بنيمت. يعني لما قلنا سيكرال برومونتري وبعدين ايه لاف ذا سيكرم، وطبعا سيكرو ايليك جوينت هنا وايليو بيكتينيال لاين عليه ايليو بيكتينيال امينس ويتش از امبورتنت، لان ده بالنسبه لي اوبستكل، ده ضيق الدايمتر بتاعي الانلت. كويس. لحد ما رحنا بعد كده عندنا مين البون دي؟ بيوبيك بون. بالظبط كده، بيوبيك بون اللي هو ابر بوردر اوف سوبيريور بيوبيك كريمس، وبعدين بيوبيك بون والجوينت اللي في النص دي السيمس تيوبس. بالظبط كده. فانا الانلت بالنسبه لي هو ده الباوندريز بتاعه الانلت، نبتدي عليه من بوستيريور تو انتيريور ال برومونتري اوف ذا سيكرم. ايه لا اوف ذا سيكرم؟ قبليه في جوينت اسمها سيكرو ايليك جوينت، وبعدين اللي بيكتنيها اللاين عليه اللي بيكتنيها الامنس، وبعدين الفيوبيك كريمس، وبعدين الفيوبيك بون والسيمس بيوبس. بالظبط كده. وبعدين الناحيه الثانيه ها برده من ورا سيكرا برومونتري ايه لو في سيكرا سيكرو ايليك جوينت اللي بيكتنيها اللاين عليه اللي بيكتنيها الامنس سوبيريور بيوبيك كريمس بيوبيك بون وسامسونج. بالظبط كده. فهو ده الباوندريز بتاعت الانلت، بتاعت البوني انلت، البوني بلبس، الترو انلت، الترو بلبس. هو ده اللي يهمني. طب احنا محتاجين نعرف الترانسفيرس دايمتر والانترو بوستيريور دايمتر. سنتيمتر سنتيمتر طبعا ده مش ممكن يبقى بالملي ولا بالمتر، هو اكيد بالسنتي. فعايزين نعرف الترانسفيرس دايمتر اوف ذا انلت والانترو بوستيريور دايمتر. انترو بوستيريور دايمتر اللي هو من اللي فين؟ انتروبوستيريور دي حاجات بنحفظها ما فيهاش ترانسفيرس دايمتر اللي هو من الاليوبكتينيال امننس على الناحيتين، اليوبكتينيال امننس على الناحيتين، فواحد 11 واحد 13 سنتي. في معلومه هنا احب ان انا اقولها على طول. ننتقل للاوتلت. كويس. الاوتلت يعني ده الانلت، ده الانلت، ده الانلت فوق الانلت. احنا قلنا في انلت وفي عندنا كافيتي، وبعدين في عندنا اوتلت، في عندنا الانلت وفي عندنا كافيتي اللي في النص، في عندنا الاوتلت. مهم قوي او احب قوي ان انا اقول هنا انه الانتروبوستيريور دايمتر، الانتروبوستيريور دايمتر بتاع الاوتلت. طب هنقول بس معلش الباوندريز بتاعه الاوتلت كده. الاوتلت هيبقى هنا عندي ايه؟ كوكسس. وفوق الكوكسس في معلومه مهمه انه في السكند ستيج اوف ليبر او ديورنج ليبر الكوكسس دي عشان السيكرو كوكسيجيال جوينت دي متحركه، فالكوكسس بيرجع لورا، الكوكسس بيرجع بوستيريور. فبالتالي يبقى اللي هيقابلني ايه في الاوتلت؟ ها كويس. الجوين دي يعني مش بون، احنا مهم عندي البون، فايه البون اللي هتقابلني في الاوتلت؟ السكرم كله. امال التيب اوف ذا سيكرم. بالظبط كده. يبقى الاوتلت هيبتدي من ورا زي ما ابتدينا في ال السيكرال برومونتري او التيب اوف ذا سيكرال برومونتري. الاوتلت بتاعنا هيبقى التيب اوف ذا سيكرم. لا لا ده في التيب اوف ذا كوكسس. ايوه ده اناتوميكالي، بس اوبستاتريكالي اللي يهمني هو التيب اوف ذا سيكرم، لان الكوكسس مش اعاقه، لا يعاقني، مش اوبستكل ديورنج ليبر، لان هو بيموف باكورد. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه ان الكوكسس بيموف باكورد؟ كويسه، لانها وسعت لي الدايمتر وانا في عرض مش سنتي، ملي في الولاده. خلاص. فدي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه. ففعلا الكوكسكس بيموف باكورد، فبيبقى الاوتلت بتاعي من بوستيريور التيب اوف ذا سيكرم. التيب اوف ذا سيكرم لحد فين؟ انتروبوستيريور لور بوردر اوف ذا سيمفيزيس بيوبس. اللور بوردر اوف سيمفيزيس بيوبس ليه التيب اوف ذا سيكرم؟ الانتروبوستيريور دايمتر اوف ذا اوتلت ده 13 سنتي. ايه ده 13؟ ده زي مين؟ الترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت، الترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت قد الانتروبوستيريور دايمتر بتاع الاوتلت. طب نيجي نشوف تحت ايه البتوع دول؟ اسكاتشوبراستس، اسكاتشوبراستس. خلاص. اسكاتشوبراستس دول بيعملوا الترانسفيرس دايمتر اوف ذا اوتلت، الاوتلت الترانسفيرس دايمتر بتاعه اللي هو بتوين الاسكاتشوبراستس اللي هو بتقول
عليه باي تيوبرز دايمتر لانه ان بتوين ذا تو تيوبرز اسكيل تيوبرازيتيز خلاص وده 11 سنتي. 11 سنتي ده زي مين يا دكاتره؟ بالظبط كده. يعني الترانسفيرس دايمتر بتاع الاوتلت قد الانتروبوسير دايمتر بتاع الانلت والانتروبوسير دايمتر بتاع الاوتلت قد الترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت. طب يعني ايه معناها ده؟ يعني هل الانتروبوسير بتاع فوق هو الانتروبوسير بتاع تحت؟ هل الترانسفير بتاع فوق هو الترانسفير بتاع تحت؟ لا ده اتعكس. معلومه مهمه جدا ان هو اتعكس ان هو البيبي وهو نازل هيقابل دايمترز وهو نازل يعني هو داخل جوه البلفس هيقابل دايمترز يجي بقى تحت عشان يخرج مش هيلاقي نفس الدايمتر هيلاقي الدايمتر اختلفت فبالتالي لازم البيبي هو بعد ما يخش وهو في الكافيتي يحصل له روتيشن عشان يقدر ياكوموديت في الدايمترز المختلفه او اللي اتعكست بتاعه الاول. فدي معلومه مهمه ان ال11 وال13 بتوع القلت عكس ال11 وال13 بتوع الاوت. فبالتالي لما يدخل البيبي من الفالفيك قلت لازم وهو في الكافيتي لان الكافيتي دي زوايدس ترانسفيرس ده او زوايدس دايمتر هي كافيتي فهي كوره فهي كافيتي مدوره ما فيهاش غير دايمتر واحد اللي هو 12 ونص. الكافيتي بتاعتنا هي دايمتر واحد 12 ونص وبنسمي الكافيتي بتاعه الفالفس دي ذا بلين اوف ذا جريتست فالفيك دايمنشن لان اكبر دايمنشنز ممكن نقابلها هي في الكافيتي. ايه ده ازاي اكبر دايمنشن؟ يعني انت بتقولي 12 ونص واحنا لسه مقابلين هنا 13. ايوه 13 في 11. طيب ما تحت برده في 13 برده 13 في 11 لكن الوحيده اللي فيها 12 ونص في 12 ونص لانها كوره ف 12 ونص في 12 ونص هي الكافيتي. فده المكان الريلاتيفلي بالنسبه للبيبي سبيشيس يقدر ان هو يروتيت فيه. فبالتالي لما بينزل البيبي في ال11 وال13 اللي هو الكافيتي قلت وبعدين ينزل اكتر يديسند مور يوصل للكافيتي ذيس از ذا تايم اللي البيبي بيروتيت فيه لان ده ذا بلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشنز 12 ونص في 12 ونص فيروتيت في هذا المكان عشان ياكوموديت الدايمترز اللي اتعكست في الاوتلت فيقدر يخرج من ال13 في 11. واضحه؟ يعني مهم الدايمترز دي بنحفظها بس عشان بس بيهايند نعرف ايه الراشنال بيهايند ليه عشان ما نتلخبطش نبقى عارفين انه مش ممكن تحط نفس الانتروبوسير بتاع الانلت هو نفس الانتروبوسير بتاع الاوتلت. لا هو بيتعكس الانتروبوسير والترانسفيرس اللي فوق عكس الانتروبوسير والترانسفيرس تحت يعني 11 و13 فوق 11 و13 تحت. اسهل حاجه ان هو الانتروبوسير دايمتر بتاع الاوتلت ده طبعا واسع جدا لانه التيب اوف ذا سيكرام للسامس بيوبس. فانت لو بس عرفت ان الانتروبوسير دايمتر بتاع الاوتلت ده كام؟ 13 خلاص انت هتعرف تجيب بقيه الاربع دايمترز الثانيه لان الانتروبوسير دايمتر بتاع الاوتلت 13 يبقى اكيد الترانسفيرس هو ال 11 يبقى انا عكسهم فوق يبقى الانتروبوسير هو ال 11 بتاع الانلت والترانسفيرس هو ال 13. واضح يا دكاتره؟ يبقى كده الدايمترز بتاعتنا انلت واوتلت والانتروبوسير والترانسفيرس سهله جدا بمجرد ان انا عرفت انه الانتروبوسير بتاع الاوتلت ده 13 وفعلا منطقي انه 13 لان الكوكسكس بيموف باكورد فبالتالي ده ادى سبيس جامده قوي ما بين اللور التيب اوف ذا سيكرم للور بوردر اوف ذا سينفيس بيبس فده 13 سنتي انتروبوسير. وعرفت ان البانتوبس كده يبقى 11 يبقى بعد كده فوق يبقى هو لا الانتروبوسير هو ال 11 والترانسفيرس هو ال 13 فعرفنا الدايمترز بتاعه القلت وبتاعه الاوتلت. طب امال الكافيتي الدايمتر بتاعها ايه؟ 12 ونص بالظبط كده. 12 ونص في كام؟ 12 ونص لان هي عباره عن بول او يعني مدوره فعشان كده بتاكوموديت راس البيبي اللي هي كوره برده مدوره فبيحصل الروتيشن في الفالفيك كافيتي بتاعه الفالفس والفالفيك كافيتي دي اسمها ذا بلين اوف ذا جريتست فالفيك دايمنشن لان البيبي مش هيقابل ابدا دايمترز اكبر من كده فعشان كده بيستفيد من وجوده في الكافيتي ان هو يعمل الروتيشن بتاعته زي ما هنشوف المره الجايه في الميكانيزم اوف ليه. تاني بقى احنا بنتكلم على البوني فالفس الفيميل بوني فالفس وقلنا مش مهم الفولس فالفس. ليه مش مهم؟ لان هو مش بيمثل لي اي ابستكل في الولاده ده واسع جدا الاليا كراست مفتوحه فمش فارق معايا الفولس فالفس انا المهم عندي الترو فالفس اللي هو بيبدا من الالت وبعدين الكافيتي وبعدين الاوت. طيب ايه الالت ده؟ قلنا الالت ده من بوستيرير تو انتيرير ايه الباوندريز بتاعته؟ السيكرال برومونتري ايه لو في سيكرال سيكرو ايليا جوينت اليو بيتينيال لاين عليه اليو بيتينيال امينس سوبيريو كيوبيك ريموس بعدين السيمفيس بيوبس. ده كان القلت بتاعي وقلنا ان هو 11 في 13 سم. نمسك الاوتلت ايه الباوندريز بتاعه الاوتلت؟ تيب اوف ذا سيكرا وبعدين السيمفيس بيوبس
وبعدين في الباي تيبرس او الاسكيال تيبراستي واللور بوردر اوف سيمفيزس بيوبس. بس في حاجه هنا مهمه للغايه، في اسكيال سبانز، في اسكيال سبانز. ايوه بس الاسكيال سبانز دي تحت ولا فوق الباي تيبرس؟ فوق الباي تيبرس، فوق الباي تيبرس. بمعنى ان هي تحت الاوتلت ولا فوق الاوتلت؟ فوق الاوتلت. ايوه بس ده امبورتنت، بس هو اناتوميكالي مش هو ده الاوتلت، لكن اوبستريكلي اتس فيري امبورتنت. ليه؟ لانه الباي سباينس دايمتر او الدايمتر ما بين التو اسكيال سباينس ده 10 ل 10 ونص سم، اصغر من ال 11، اصغر. بمعنى ان البيبي هو نازل من الكافيتي قبل ما يوصل للاوتلت هيميت ان اوبستكل which is the plane of the اسكيال سباينس. It is an obstacle لان هو البلين اوف ذا اسكيال سباينس ده من 10 ل 10 ونص سم، اقل كمان من الترانسفيرس. فعشان كده اوبستريكلي بنقول على الاوتلت it is not just a plane, it's a wedge. يعني عبارة عن wedge يبدأ من فوق بالplane اللي فيه الباسباينس diameter، او بنقول عليه the plane of the least pelvic dimensions. The plane of the least pelvic dimensions لان دي اقل dimensions ممكن يقابلها البيبي هو معدي. فلو عدى من الاوتلت ده خلاص يبقى اكيد هيتولد، مفيش مشكلة، لان هو ده plane of the least pelvic dimensions. تاني يبقى انا عندي القلت ده هو بلين واحد، بلين واحد سيلندر او اوفل كده 11 في 13، الكافيتي دي راوندد 12 ونص في 12 ونص، الاوتلت اللي تحت خالص ده 11 في 13. لا بس انا عندي اوبستكل فوقيه على طول، اوبستكل فوقيه على طول اللي هو ذا بلين اوف ذا اسكيال سباين، البلين اوف ذا اسكيال سباين او بنسميه ذا بلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن اللي هو 10 ونص سم، 10 ونص سم الباي سباينس دايمتر ده عندي 10 10 ونص سم. فبالتالي ده بنسميه the plane of the least pelvic dimensions، واول لما البيبي بيعدي منه اللي ساعتها يعني بنتنفس الصعداء ان هو خلاص البيبي ده ان شاء الله هيتولد. فعشان كده الاوتلت بتاعنا obstetrically it's a wedge. It is not just an oval area زي الانلت ولا الكافيتي، لا it's a wedge. Wedge ال upper border of the wedge ده البلين بتاع مين؟ الاسكيال سباينز اللي هو the plane of the least pelvic dimension اللي هو 10 10 ونص سم الترانسفيرس فيه. طب واللور بوردر بتاعه مين؟ البلين بتاع الترانسفيرس فيه مين؟ الباي تيوبرس اللي هو كام؟ 11 سم. لا لازم تصحصح، ملهاش حل. البيزك بتاعنا هو اللي انا بتكلم فيه النهارده ده، خلاص؟ فلازم نبقى مصحصحين فيه للغايه عشان تبقوا انتوا تفهموا بعد كده لما اجي اشرح الميكانيزم اوف ليبر. تاني يبقى احنا بنتكلم على الفيميل بوني فالفس، الفيميل بوني فالفس ليه قلت وليه كافيتي وليه اوتلت، بس الاوتلت بتاعه ويدج، ويدج يعني مش بلين واحد، لا اتس ويدج. الويدج بتاعه الابر بوردر الترانسفيرس بتاعنا اللي هو الباي سباينس دايمتر او الانتر سباينس دايمتر اللي هو كام سنتي؟ 10 10 ونص سنتي. واللور بوردر بتاعه اللي هو الباي تيوبرس دايمتر اللي هو كام سنتي؟ 11 سم. طب امال الانتروبوستيرير دايمتر اوف ذا اوتلت كام سنتي؟ 13. اللي هو منين لفين؟ من اللور اند اوف ذا سيمفيزس بيوبس، او العكس بقى احنا دايما بنتجي بوستيرير، يبقى من التيب اوف ذا سيكرم لحد اللور اند اوف ذا سيمفيزس بيوبس وده 13 سم، لكن الترانسفيرس بتاعنا اللي هو الباي تيوبرس اللي هو 11 سم، عشان كده هو 11 في 13. عشان كده زي ما قلنا ان البيبي لما بيدخل من القلت بيقابل 11 في 13 بس عكسهم، يعني هو فوق بيبقى 11 في 13 ده اللي هو ترانسفيرس وانترو بوستيرير عكس اللي تحت. فعشان كده لازم البيبي لما بيخش الكافيتي اللي هي ذا بلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشن 12 ونص سم يحصل له روتيشن عشان يقدر يخرج بره ال 11 وال 13. في مشكله في البوني بلفس، يبقى دول الانترو بوستيرير دايمتر بتاعه القلت والترانسفيرس دايمتر بتاع القلت، وبعدين الكافيتي انترو بوستيرير اند ترانسفيرس دايمتر. هو كامل انترو بوستيرير والترانسفيرس دايمتر بتوع الكافيتي 12 ونص سم، 12 ونص في 12 ونص. وبعدين يجي بعد كده عندنا الويدج بتاع الاوتلت اللي هم انترو بوستيرير اند ترانسفيرس، الانترو بوستيرير 13 لكن الترانسفيرس بتاع الابر بوردر اوف ذا اوتلت كام؟ 10 ونص سم، والترانسفيرس بتاع اللور بوردر اوف ذا اوتلت 11 سم بالظبط كده. هم دول الدايمترز بتاعه الفيميل بوني فالفس. نبدا من فوق من اول القلت فالكافيتي فالبلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن وبعدين الاوبستريك اوتلت الاوتلت بتاعنا. ومين هو البلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشن؟ 12 ونص اللي هو الكافيتي بالظبط كده. فاحنا عندنا البلين اوف ذا جريتست بلفيك دايمنشن اللي هو في الكافيتي اللي هو 12 ونص،
والبلين اوف ذا ليس بلفيك دايمنشن اللي هو الابر بوردر اوف ذا اوتلت اللي هو الانتر سباينس او الباي سباينس دايمتر اللي هو 10 10 ونص سم. في عندنا في الانلت برضو دايمترز مهمه اللي هي الاوبليك دايمترز. اوبليك يعني ماشيه ازاي؟ بالطول ولا بالعرض؟ بالورد يعني اوبليك ماشي اوبليك. فالاوبليك دايمترز دي لازم هتبقى ماشيه يعني مش هتبقى ماشيه ولا انتر بوستيري ولا هتبقى ماشيه ترانسفيرس هي اوبليك. فالاوبليك دايمترز يا دكاتره بتاعه الاله عندنا رايت وليفت. رايت وليفت بالنسبه لمين؟ ودي حاجه بنتفق عليها الى الابد في الاوبستريكس. رايت وليفت بالنسبه لمين؟ بالنسبه للدكتور، بالنسبه للبيبي، للام. للام مهم جدا رايت وليفت بالنسبه للام. اي رايت وليفت هتكلم عليها في الاوبستريكس او هنتكلم عليها في الاوبستريكس او العالم بيتكلم عليها في الاوبستريكس بالنسبه للام. رايت اند ليفت بالنسبه للام خلاص دي بيزكس. رايت اند ليفت بالنسبه للام. فلما اقول الرايت اوبليك دايامتر وبنبتدي بوستيريور ولا بنبتدي من انتيرير؟ بوستيريور. فالرايت اوبليك دايامتر ده هيبتدي من الرايت سيكرو ايلياك جوينت. الرايت بالنسبه للام الرايت سيكرو ايلياك جوينت لحد الرايت ولا ليفت؟ ليفت. ليفت ايليو بيكتينيال ابينس. ليفت اللي بتنيه الانس. فلما اقول الرايت اوبليك دايامتر اوف ذا انلت ان انا بتكلم على بادي من الرايت سيكرو ايلياك جوينت للليفت اللي بتنيه الانس. طب لو انا عايزه الليفت اوبليك دايامتر ده هيبدا منين؟ من الليفت، من الليفت سيكرو ايلياك جوينت للرايت اللي بتنيه الانس. في معلومه مهمه انه في الليفت سايد، في اللفت سايد في عندنا ستراكشر او اورجن، لان خلي بالك احنا بنشوف البوني فالفس بس طبعا في اورجنز موجوده. يعني البيبي هو نازل البون ده ما بتبقاش فاضيه كده، بيبقى في اورجنز. فهي في اورجن بيبقى موجود على اللفت سايد، السيجمويد كولون. السيجمويد كولون بيبقى موجود على اللفت سايد. طب وجود السيجمويد كولون على اللفت سايد ان فرونت اوف اللفت سيكرو ايليك جوينت هيعمل ايه في اللفت اوبليك دايامتر؟ هيقلله شويه، هيقلله شويه خلاص، هيقلله شويه. يبقى ريلاتيفلي اني اوبليك دايامتر هو الاوسع شويه؟ الرايت اوبليك دايامتر هو اللي اوسع من اللفت اوبليك دايامتر. برضو دي معلومه مهمه عشان لما نيجي نتكلم بعد كده على البوزيشنز والبيبي بيبقى بينزل على اللفت ولا على الرايت ولا كده نبقى عارفين ان هو البيبي ده هو مش البيبي اللي ذاتي، هو ربنا اللي خلق الحاجه صح طبعا. فبالتالي هو لازم لما البيبي يجي ينزل، ينزل في انهي اوبليك دايامتر؟ الرايت، لان هو رايت اللي اوسع فلازم هينزل في الرايت اوبليك دايامتر. يعني الرايت اوبليك دايامتر هو الاوسع. وهو كام الرايت او اللفت؟ 12 سم. 12 سم. ايه ده مش بتقولي في حاجه اوسع؟ عشان كده بقولها تقريبا. ساعات هيقول لك 12 12 ونص، يعني بالتقريب 12 سم. بس لازم معلومه مهمه نبقى عارفينها انه مين اوسع؟ الرايت اوبليك هو الاوسع. ليه؟ لان اللفت اوبليك از اوكيبايد باي سيجمويد كولون، فبالتالي ده بيخلي اللفت اوبليك ريلاتيفلي اضيق شويه من الرايت اوبليك. يبقى كده احنا عندنا في الانلت اخذنا الانتروبوستيرير دايامتر، الترانسفيرس دايامتر، اند اوبليك دايامترز وذر كانوا الرايت اوبليك او اللفت اوبليك. اللي هو الاوبليك بيبتدي من السيكرو ايليك جوينت كويس للاوبوزيت ايليو بيكتينيال انلس. كل دول انا بقدر كلينيكالي اقيسهم في العينه؟ يعني هل الانتروبوستيرير دايامتر اوف ذا انلت، الترانسفيرس دايامتر اوف ذا انلت، الرايت اوبليك، اللفت اوبليك، دول اقدر اقيسهم في العيانه فبالتالي كلينيكالي اقدر اقول ايوه يا مدام انت الانلت بتاعك كويس؟ لا طب انلت ايه اللي انا هقدر اوصل له؟ ده انا اخري ممكن اوصل للاوتلت ماشي، لكن انلت هبتدي اوصل للانلت ازاي؟ مش هقدر، مش هعرف ان انا اوصل اقول للعيانه انه الانلت بتاعك كويس او مدخل البلبس بتاعك كويس او البيبي ممكن يخش جوه البلبس. امال هعرف ازاي اسسبكت الانلت ده كويس ولا لا؟ ها؟ هل بالسونار؟ السونار اخرنا بنشوف حته، لكن هنا السونار ايه ده اللي لما احط البروب اجيب العيانه من قدامها لاخرها وراها وقدامها بقى، ده بروب ايه اللي هحطه على العيانه عشان اجيب الكلام ده؟ مفيش. فالسونار طبعا مش بيأسس البوني بلبس، اخره يأسس البوني سكالب بتاعت البيبي، لان هي لازم تبقى حاجه يقدر البروب يجيبها. فانا احط ازاي على العيانه اجيب؟ ما ينفعش مش بالسونار. امال ازاي كلينيكالي اقدر اسسبكت الانلت بتاع العيانه ده واسع ولا ضيق؟ بوزيشنال اكزامينشن. ها؟
اكس راي، بس هو في بيبي جوه، لان انا لا يهمني اطلاقا البيرم بتاعها كويس ولا وحش. لو هي جاينيكولوجي ما فيهاش عيل يعني، مش كده ولا ايه؟ هيبقى ضيق ولا يبقى واسع؟ ما فرقت معايا ايه؟ هي كلها عاملين اهو نقول اوبستريك سيجنيفيكانس، اوبستريك امبورتنس، اوبستريك اوبستكل. فلو في بيبي جوه هعملها اكس راي؟ ما ينفعش، يبقى ما ينفعش برده اكس راي. امال ازاي اسسبكت كلينيكلي القله بي في؟ طب ما انا ما بعرف، هو احنا بيقولوا علينا بنسلم كده يعني، هم دول اللي بنشتغل بيهم. طب ازاي بي في جاب لي القله؟ انا اخر في بي في لما بتعمل بي في يا دكاتره بنعمل ايه؟ باجي احط البي في كده. ما هو انت لازم بتعمل بي في بسبعين، ما عمرنا بندخل 3 على 4 على 5 كده، هم سبعين اللي هو الاندكس والميدل فينجر. فانت بتعمل كده هتلاقي ان الصنب بتاعك وقف عند اللور بوردر اوف ذا سيمفيس بيوبس. منطقي طبيعي، ما هو الصنب بره فهيقف عند اللور بوردر اوف سيمفيس بيوبس. طب المفروض ان صوابعي او التيب اوف انهي اطول؟ الميدل يوصل للسيكرال برومونتري؟ لا طبعا، ده بعيد. لو انا لمست السيكرال برومونتري او وصلت له او انا بعمل بي في حسيت السيكرال برومونتري بتاع الست، ده يبقى دال. ده بنقول عليه دايجونال كونجيجيت. دايجونال لان انز ولا هو اوبليك، لان انا من تحت من لور بوردر اوف سيمفيس بيوبس لحد الابر بوردر اوف ذا برومونتري، ده مش الانتروبوستيرير دايمتر ولا هو اوبليك دايمتر، ده اسمه دايجونال كونجيجيت. فالدايجونال كونجيجيت ده اللي بنحسه باي بي في اكزامينشن. الدايجونال كونجيجيت المفروض بيبقى 12.5 سنتي، انا صوابعي دي عمرها ما هتيجي 12.5 سنتي، فديفنتلي لما اعمل بي في للعينه مش هحس ابدا السيكرال برومونتري. لو انا حسيته اسسبكت ان عندها كونتراكتد تلبس قلت، لازم نبقى واضحين مشكلتك في ايه يا مدام. قلت اوتلت كافيتي، يعني لازم نبقى عارفين طبعا الكافيتي دي ذا بلين اوف ذا جريت سبيرم ديمنشن. عمري ما بيبقى عندي مشكله، لان طالما دخل يبقى اكيد الكافيتي برده هتبقى واسعه. فانا دايما بتبقى مشكلتي في القلت وفي الاوتلت بس، لكن مش في الكافيتي. طالما دخل يبقى انا ما عنديش مشكله في المدخل، هبقى مايند بس بالاوتلت والبلين اوف ذا جريت سبيرم ديمنشن. فبالتالي عشان اسسبكت القلت دايمترز كويس، بعمل حاجه، بشوف حاجه اسمها الدايجونال كونجيجيت. اهو الدايجونال كونجيجيت، الدايجونال كونجيجيت ده المفروض ان هو 12.5 سم. بشوفه ازاي، هو ده الحاجه الوحيده اللي بقدر اعملها كلينيكلي عشان اسسبكت القلت ده اخباره ايه. القلت ده اخباره ايه؟ خلاص، ان انا بعمل بي في اكزامينشن. طبعا اللور بوردر اوف سيمفيس بيوبس هتوقف عند الثوب، وبعدين اشوف اذا كنت انا حاسه البرومونتري ولا مش حاساه. الطبيعي ان انا احس البرومونتري، لا لو حسيت البرومونتري يبقى الدايجونال كونجيجيت كده اقل من 12.5 سم. يعني يا مدام انت عندك كونتراكتد قلت، يعني البيبي بتاعك مش هيخش الحوض. نعمل ايه يا دكتوره؟ خلاص نعمل سيزارين سكشن، لان هو البيبي مش هيدخل الحوض، فبالتالي البيبي ده مش هيتولد. فانا لو عملت بي في اكزامينشن وحسيت السيكرال برومونتري، يبقى الدايجونال كونجيجيت بتاعي ده اقل من 12.5 سم، يبقى البيبي ده مش هيدخل الحوض. لان الطبيعي ان انا ما احسوش، اجي احاول اوصل للبرومونتري اعرف مش واصلاله لان هو بعيد، فبالتالي يبقى الانلت بتاعي الدايجونال كونجيجيت ده اكتر او يعني نورمال ان هو 12.5 سم، فبالتالي ممكن الراس تدخل الحوض. طب عندي سؤال، افرض ان انا وانا باجي بعمل هذا الدايجونال كونجيجيت مش عارف اوصل للسيكرال برومونتري لان الراس جوه، فمنعاني ان انا اوصل للسيكرال برومونتري، اقول للست ايه؟ ما عدى يا مدام، ده انت فله، ده الراس عدى. The head is the best pelvimeter. طبعا the head is the best pelvimeter. مش ممكن اروح مطلعه راس عشان اشوف اقدر اوصل للسكر، مش مشكله ولا ايه؟ ما انا كل همي ان الراس تعدي، ما هي عدت خلاص بقى، مش كده ولا ايه؟ فدايما بنقول the head is the best pelvimeter، احسن من صوابعي من ايديا ومن السوار ومن كل حاجه. ما انا المهم عندي ان الراس دي تعدي جوه الحنطه، عدت خلاص يبقى ما تعملش حاجه. اوكي، فده بالنسبه للقله بالدايمترز كلها بتاعتك، سواء انتروبوستيرير دايمتر، ترانسفيرس دايمتر، او اوبليك دايمتر اللي هو الرايت واللفت. وانهي اوسع، الرايت ولا اللفت؟ الرايت، لان اللفت ده اوكيبايد باي ذا سيجمويد كولون فبيخليه اضيق شويه. والدايجونال كونجيجيت اللي هو الوحيد اللي كلينيكلي اقدر انا اعمله، وطبعا بعمله لو كانت الراس مش انجيج. يعني ايه انجيج؟ يعني الراس دخلت جوه الباكس. فلو الراس مش انجيج، نوت انجيج، هو اللي بعمل الدايجونال كونجيجيت عشان اشوف اذا كان القلت كويس ولا لا. بس طبعا لو لقيت ان الراس انجيج، يعني الراس داخله جوه البلفيك كافيتي، يبقى ما بعملش الدايجونال كونجيجيت. اعمله ليه؟ ما هي الراس اوريدي عدت جوه القلت. واضح؟ في سؤال في القلت كافيتي؟ ما فيهوش مشكله، ده 12.5 سم والراس بتلف فيه. اوتلت قلنا
عندنا الباي سباينس دايمتر، وهو ده المشكله اللي عندي، هو فعلا الاوبستكل. عشان كده البلين ده اسمه ذا بلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن. وفي اهميه للبلين اوف ذا اسكيل سباين، ان هو نمبر 1 ذا بلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن. نمبر 2 البلين اوف ذا اسكيل سباين ده عدى علينا فين قبل كده، ايه اهميته؟ في البرولابس قلنا دايما ان هو لما تيجي تعمل بي في اكزامينشن السيرفيس از ذا ليفل اوف ذا اسكيل سباين. لو انت بتعمل بي في لقيت ان السيرفيس تحت الليفل اوف ذا اسكيل سباين يبقى ده بيانديكيت فور ذا جرين بلانت برولابس، مش كده ولا ايه؟ فبالتالي هو ده الليفل بتاع الاسكيل سباين اللي بشوف اذا كان السيرفيس عليه ولا لا. لو هي العينه جاينيكولوجي يعني ولقيت ان هو تحت يبقى ده بيانديكيت ان هي عندها ايلمنت اوف برولابس. يبقى دي حاجه بلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن. بيعدي البيدندل نيرف وراه، الكيداندر نور بيعدي وراه خلاص. فساعات لو عايزين نعمل لوكال انستيزيا للست ان انا بروح حقنا يعني بحس كده فين الاسكيال سباين، اه اهي الشوكه اللي على اللاترال سايد، فببقى جايدت بيها حاطه صباعي وادخل الحقنه بتاعه اللوكال انستاتيك اللي دوكين ولا زايلوكين ولا كده عند البلين بتاع الاسكيال سباين عشان اعمل بلوك للكيداندر نور، فبالتالي هي ما تحسش ببين. ده برده المكان اللي الليفيتور ان اي بتاتاتش فيه في الاسكيال سباين، اوكي؟ وده المكان برده اللي بيحصل فيه تشينج of the direction of the fetus. يعني ايه؟ يعني البيبي هو نازل جوه البلفس بينزل داونورد اند باكورد. ليه؟ لان في concavity of the sacrum، فبالتالي السيكرم كونكيف، فهو بينزل بيلاقي نفسه داخل مع الكونتراكشن اليوتراين كونتراكشن كويس، فبتزق البيبي داونورد لان هي بتديسند البيبي كويس، بتساعد البيبي على انه يديسند بلس داونورد اند باكورد. ليه؟ لان عندي concavity. وانس ان هو وصل عن الليفيتور اللي هي عن الاسكيال سباين عند البلين اوف الاسكيال سباين بيلاقي حاجه منعاه، فيبتدي ان هو يبقى دايركتد داونورد برضو اند فورورد عشان يطلع بقى، ما هو السيمفيزيس بيوبس هنا تحتيه في الانجل البيوبيك انجل، فبالتالي هي الحته دي هي الواسعه عشان يتولد بقى خلاص. هو الاول بينزل داونورد اند باكورد، يعني الاوبستريك اكسس بتاعنا اتس نوت ا لاين، لا اتس نوت ا لاين، اتس ان ال شيب، ال شيب، بس ال شيب شكلها ايه؟ داونورد اند backward then downward and forward بالظبط كده عشان بيبي يتولد. فال change of the obstetric axis ده بيحصل عند ال level of ال اسكيل سباينس، عند ال level of the اسكيل سباينس. تاني ايه اهميه ال importance بتاع ال plane of the اسكيل سباين؟ فعلا انتوا عندكم short answer questions، فممكن قوي من ضمن short answer questions اقول لك ال importance mention three important points بتاعه ال plane of the اسكيل سباين. ممكن طب لان هو بيحصل عنده حاجات كتير قوي، اولا بقدر منه اساس اذا كان في برولابس ولا لا لان هو الليفل بتاع الاكسترنال اوف بلس هو الليفل بتاع الليفيتور ان اي بتبقى انسرتد فيه، بلس هو الليفل بتاع البيدندر نيرف اللي بعمل بيدندر نيرف بلوك فيه، بلس هو الليفل بتاع التشينج اوف ذا اوبستريك اكسس من داونوردز اند باكورد لداونوردز اند فورورد. هنعرف كمان انه لو البيبي انا حسيت اللوست اند اوف ذا فيتال سكال يعني الحته التحتانيه بتاعته عند الليفل اوف ذا اسكيال سباين كويس، بنسميها ستيشن زيرو، المحطه بتاعتنا زيرو، دي الليفل بتاعنا اوف ستيشن زيرو، لان ببقى مطمنه انه خلاص فعلا البيبي وصل للليفل بتاع الاسكيال سباين بتاعنا، فاي حاجه تحتيه بتبقى بالبوزيتيف بالبلس كويس، لانه اتس بوزيتيف ان هو بقى بلس 1 او بلس 2 او بلس 3، يعني خلاص الراس بقت في الشارع يعني عدت جوه تحت البلجر رين كمان. اي حاجه فوقيها بالماينس لان انا لسه ما وصلتش انه الراس دي تبقى توصل للبلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن. فلو كان اللوست اند اوف ذا فيتال سكال عند الليفل اوف ذا اسكيال سباين دي بنقول عليها ستيشن زيرو كويس، لو هو تحتيها بيبقى بالبلس بلس 1، يعني تحتيها بسنتي بلس 1، تحتيها ب 2 سنتي بلس 2، تحتيها ب 3 سنتي بلس 3، لو هي فوقيها بسنتي ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3، ماينس 3 دي ابدومينال يعني لسه الراس ما دخلتش جوه الكافيتي يعني لسه مش انجيجد خالص. فده الامبورتنس بتاع البلين بتاع الاسكيل سباين، ان هو ده البلين بتاع اللي فيه انسرشن مع الليفيتور ان اي عند الاسكيل سباين. الستيشن بتبقى زيرو لو انا حسيت البريزنتنج بارت لوس اند اوف ذا بريزنتنج بارت عند الليفل بتاع الاسكيل سباين. الاكسترنال اس بتاع السيرفكس فيلت ات ذا ليفل اوف ذا اسكيل سباين لو تحته بيبقى فيه ايلمنت اوف برولابس عند العينه. تشينج اوف ذا اوبستاتيك اكسس من داونوردز اند باكورد ليه downwards and forward. اخر حاجه في بيدندر نيرف بلوك بعمله عند الليفل اوف اسكيال سباين. لو حاجه استخدم انسترومنتال دليفري زي فورسيت لازم تبقى الراس انجيج او لازم تبقى على الاقل ستيشن زيرو، بمعنى ان لازم احس الراس عند الليفل اوف ذا اسكيال سباين. فانا بس حطيتها هناخدها في الانسترومنتال دليفري في الاخر في الفورسيت بس عشان نبقى مجمعين الامبورتنس بتاعه البلين بتاع الاسكيال سباين.
في سؤال يا دكاترة؟ ده بالنسبة للبوني بلبس، بالنسبة للفيميل بوني بلبس. طيب يبقى كده البوني بلبس ما عندناش فيه مشكلة، وعندنا الإيلت. الإيلت ده أنتروبوسيرور ترانسفيرس دايمتر اللي هو 11 في 13، الأوبليك دايمترز الرايت والأوبليك والرايت واللفت. الرايت ده اللي بيبتدي من الرايت سيكلو إيليك جوينت لحد اللفت إيليو بيتينيال أمينس، وتقريبا طوله قد إيه؟ 12 سنتي تقريبا. وبعدين بعد كده عندنا الكافيتي، الكافيتي اللي هي كام؟ 12.5 في 12.5. وبعدين بعد كده عندنا الاوتلت، والاوتلت ده ويدج الابر بورد بتاعه 10.5 سنتي اللي هو بلين اوف ذا انتر سباينس دايمتر باي سباينس دايمتر، واللور بورد بتاعه 11 هو الباي تيوبرس دايمتر. طب امال الانتروبوسيرير منين لفين؟ بتاع الاوبستريك اوتلت من التيب اوف سيكروم، عشان كوكسس بيموف باكورد دورينج سكند ستيج اوف ليبر. ليه؟ اللور اند اوف سنتيز تيوبس ده كام سنتي؟ 13 سنتي. طب الدايجنال كونجيجيت اللي هو الوحيد كلينيك اللي انا بقدر اعمل له اكزامينشن من اللور بوردر اب ذا سنتيز تيوبس ليه؟ التيب اوف سيكرم ده 12.5 سنتي اللي هو الدايجنال كونجيجيت. فده بالنسبه للبوني بلفس او الليت والكافيتي والاوتلت بتاعي. نيجي بقى نشوف الراس، نشوف الدايمتر بتاع الراس، لان الراس دي لازم تعدي جوه البلفس. طب هو الاول الراس عشان نبقى فيه تيرمينولوجيز احنا متفقين عليها، الراس كلها على بعضها، كل الراس على بعضها كويس، بنقول لها كيفاليك. كيفاليك الهاد هو الكيفالس، فهي دي كيفاليك. بس الهاد او الكيفالس دي متقسمه لبارتس، في البيز كويس، وفي عندنا الفيس، وفي عندنا حاجه اسمها براو، وبعدين فيرتكس او الحته كلها بتاعت البراو والفيرتكس دي بنقول عليها البولت، البولت اوف ذا سكال، البولت اوف ذا سكال. فاحنا كده عندنا البيز اللي هي من اول التشين وروت اوف ذا نك لحد الفورامين ماجنم، دي البيز، البيز اوف ذا سكال بتاعتنا. وبعدين في عندنا من اول التشين وروت اوف ذا نك لحد السوبرا اوربيت ريدجز وروت اوف ذا نوز، ده الفيس بالظبط كده، ده الفيس. فمن اول الروت اوف ذا نك والتشين لحد السوبرا اوربيتال ريدجز والروت اوف ذا نوز هو ده الفيس، الفيس الوجه. دي حاجات مهمه مهمه مش كله على بعضه. وبعدين بعد كده الفولت اللي هو يبتدي من السوبرا اوربيتال ريدجز والروت اوف ذا نوز لحد ورا اللي هو الفورامين ماجنم، كل ده اسمه فولت. الفولت نفسه بينقسم للبراو، البراو اللي هي الجبهه، والبراو ده منين؟ من الروت اوف ذا نوز للسوبرا اوربيتال ريدجز لحد اسمه ايه السوتشر ده؟ كورونال سوتشر بالظبط كده، كورونال سوتشر. طب وهنا في فونتانال، الانتيرو فونتانال كويس، الانتيرو فونتانال او البريجما. يبقى بالتالي انا عندي الكيفاليك او السكال بتاعت البيبي فيها البيز اوف ذا سكال من الروت اوف ذا نك والتشين لحد الفورامين ماجنم، وبعدين بعد كده عندي الفيس اللي هو من اول الروت اوف ذا نك والتشين لحد السوبرا اوربيتال ريدجز والروت اوف ذا نوز، ده الفيس بتاع البيبي، الفيس. وبعدين بعد كده الفولت، ايوه الفولت ده منقسم لحاجتين، اول حاجه البراو اللي هو من السوبرا اوربيتال ريدجز والروت اوف ذا نوز لحد الكورونال سوتشر والبراجما او الانتيرو فونتانال، وبعدين نبتدي من الكورونال سوتشر والانتيرو فونتانال لحد الاوكسيبيتال بون ورا اللي هو اللامداي سوتشر اند بوستيرور فونتانال. الحته دي بنسميها فيرتكس، فيرتكس. يبقى احنا عندنا في بيز، وبعدين في فيس، وبعدين في البولت اللي هو بينقسم للبراو اند فيرتكس. هي دي البارتس اوف الفيتال سكال، عشان لما نيجي نتكلم بقى البيبي نازل بايه؟ نازل بالفيس، نازل بالبراو، نازل بالفيرتكس. مهم نبقى عارفين البيبي لما يقول لك كفالك تقول له كفالك ايه؟ ما هو اي حاجه من دول اسمها كفالك، ما هو راسه كلها كفالك. هل هو كفالك فيس ولا كفالك براو ولا كفالك فيرتكس؟ اوكي؟ فلما يقول لك هو البيبي كيفاليك بريزنتيشن، يعني ايه بريزنتيشن؟ يعني ذا فيرست بارت تو بي فالت باي بي بي اكزامينشن. عملت بي بي اكزامينشن حسيت راس بقى اسمه كيفاليك بريزنتيشن. عملت بي بي اكزامينشن حسيت بادرز يبقى اسمه بريتش بريزنتيشن. عملت بي بي اكزامينشن حسيت شولدرز يبقى اسمه شولدر بريزنتيشن. فالبريزنتيشن دي ذا فيرست بارت تو بي فالت باي بي بي اكزامينشن. عملنا بي بي لقينا راس يبقى اسمه كيفاليك. عملنا بي بي لقينا باتوكس يبقى اسمه بريتش. عملنا بي بي لقينا شولدر يبقى اسمه شولدر بريزنتيشن. طيب قال لي كفالك بريزنتيشن، قلت النائب بيفحص العيانه بيقول لي اه العيانه دي كفالك. ايوه كفالك ايه؟ كفالك فيس ولا كفالك براو ولا كفالك فيرتكس؟ تفرق؟ اه تفرق، لان كل واحد من دول ليه ميكانيزم اوف ديليفري ديفرنت، فبالتالي لازم يقول لي هو كفالك ايه؟
هو كفالك فيس ولا كفالك براو ولا كفالك فيرتكس. لو البيبي فولي فلكسد الراس بتاعه فولي فلكسد يعني فلكسد على الاخر، اول حاجه بحسها يعني هو البيبي فلكسد راسه فلكسد فولي فلكسد، اول حاجه بحسها تفتكروا هيبقى الفيس ولا البراو ولا الفيرتكس؟ الفيرتكس. لو هو فولي فلكسد هيبقى كفالك فيرتكس. طب لو البيبي فولي اكستندد فيس فيس، لو البيبي فولي اكستندد الهيد بتاعته فولي اكستندد يبقى اول حاجه هحسها هتبقى الفيس خلاص. فلو البيبي الهيد بتاعته فولي فلكسد يبقى اول حاجه هحسها هتبقى كفالك فيرتكس او هيبقى فيرتكس بريزنتيشن. لو الراس بتاعه البيبي فولي اكستندد يبقى اول لما اجي اعمل بي في اكزامينشن اللي هحسه هيبقى الفيس، الفيس بتاع البيبي. تاني يبقى احنا عندنا السكال بتاعه البيبي، السكال دي السكال منقسمه الى عندنا في بيز، وطبعا دي عمري ما هحسها، ما الراس مش هحس انا بقى بيز، هحس ازاي فرام الماجنم يعني مش ممكن. فبالتالي احنا اللي ممكن نحسه يا اما في يعني ممكن البرزنتيشن بتاعه البيبي تيجي يا اما تيجي فيس برزنتيشن. لو كانت الهيد دي فولي اكستندد فلما اجي اعمل بي في اكزامينشن احس تشين ومش عارف بق وحاجات كده يعني ماشي. لو هو البيبي ده كان فولي اكستندد الراس فولي اكستندد فاول حاجه لما اجي اعمل بي في اكزامينشن احس عينيه، احس مش عارف بقه، احس تشين، يعني هي دي الحاجات اللي احسها. طب لو هو كان فولي فلكس، لو هو كان فولي فلكس لما اجي اعمل بي في اكزامينشن هحس ايه؟ الفيرتكس. ايه البوني بروميننس اللي موجود في الفيرتكس؟ الاقصر، الاقصر. البوني بروميننس اللي موجود في الفيرتكس هو الاقصر، فلاقي نفسي حاسه البوستيريور فونتانيل وحاسه الاقصر. لكن لو جيت اعمل بي في اكزامينشن وحسيت فيس، يعني ايه البوني بروميننس اللي موجود في الفيس؟ ايه البوني برا لما تشوف الفيس بتاعك؟ ايه البوني بروميننس اللي موجود في التشين؟ بالظبط كده، هو ده البوني بروميننس بتاعنا، هو التشين. البوني بروميننس بتاع الفيس هو التشين. فبالتالي لو البيبي ده جاي الراس بتاعته فولي اكستندد، فولي اكستندد كويس، يبقى انا كده هحس ده هحس التشين والمجزله ومش عارف الماوس والنوز ولحد الروت اوف ذا نوز والسوبر اوربيتال ريتشز. فده اللي انا هحسه. هحس اي فونتانيلز؟ لا، ولا الانتير فونتانيل ولا الكوتير، مش هحس. هو ده الحاجات اللي هحسه. البوني بروميننس كويس هو التشين بتاع الفيس، هو التشين. طيب لو البيبي كانت الراس بتاعته فولي فلكسد، فولي فلكسد، يبقى بالتالي لما اجي اعمل اكزامينشن في بي اكزامينشن هحس الساجيتال سوتشر، ساجيتال سوتشر كويس. هحس البوني برام، طبعا هو البيبي لو فيرتكس، فيرتكس ده يعني ما بين الكورونر سوتشر واللامدويد سوتشر والتو بارايتال سوتشرز دول، ففي الاثنين بارايتال بونز دول موجودين، وبالتالي البوني بروميننس اللي موجود في الحته دي هي البوستيريور حاجه موجوده اللي هو الاقصر. فبالنسبه لي لو البيبي ده فيس برزنتيشن الدينومينيتور، كلمه دينومينيتور يعني ذا موست بروميننت بون في البرزنتيشن اللي احنا فيه، الدينومينيتور بتاع الفيس هو ايه؟ الشين. طب الدينومينيتور بتاع الفيرتكس؟ الاقصر، الاقصر. طب لو البيبي جاي بريتش برزنتيشن، بريتش برزنتيشن، ايه البون اللي انا هحسها؟ ها؟ ايه رايكم؟ ايه البوني بروميننس اللي هتبقى موجوده هنا وانا بعمل بي في احسها؟ السكرم، مش كده ولا ايه؟ السكرم، لان الاسكيم ده انا بحس بتاع الام، انا ازاي هوصل الاسكيم بتاع الاسكيم سباين بتاع البيبي؟ ده انا لازم بي في للبيبي كمان، مش كده ولا ايه؟ فطبعا يعني فمش هوصل للاسكيم سباين بتاع البيبي، انا هوصل للاسكيم سباين بتاع الام، مش قصتي، انا بتكلم على البيبي دلوقتي. يبقى ايه البوني بروميننس بتاع البريتش برزنتيشن؟ السكرم، بالظبط كده السكرم. فالبوني بروميننس او الدينومينيتور اوف ذا بريتش هو السكرم، الدينومينيتور اوف بريتش هو السكرم. طيب الشولدر، الشولدر ايه الدينومينيتور بتاعنا؟ ايه البوني بروميننس اللي في الشولدر برزنتيشن؟ سكابيلا، سكابيلا خلاص، البوني بروميننس السكابيلا. طبعا ممكن تحس اليومرس بتاع، بس اليومرس دي متحركه مش كده ولا ايه؟ فالحاجه الثابته عندنا، ما هو لازم يبقى بوني بروميننس حاجه ثابته برده عشان كلنا، مش البيبي لو حرك ايده مثلا وهو جوه بتاع فنتلخبط في البوزيشن بتاع البيبي، لا لازم تبقى حاجه ثابته. فبالتالي متفق عليه انترناشونالي انه الفيرتكس الدينومينيتور بتاعنا هو الاوكسيبت، البريتش الدينومينيتور بتاعنا هو السيكرم، والشولدر الدينومينيتور بتاعنا هو السكابولا. طب انت دخلتي في الدينومينيتورز ليه؟ احنا بنتكلم على الهيد، معلش انا اسف، نرجع تاني للهيد. الهيد اللي هو الكافلس، الهيد اللي هو الكافلس،
الهيد دي بتنقسم لايه؟ بيز من الروت اوف ذا تشين لحد الفورام الماجنم دي البيز، وبعدين بعد كده من الروت اوف ذا تشين لحد السوبرا اوربت ريدجز والروت اوف ذا نوز ده اسمه فيس، وبعدين بعد كده من روت اوف ذا نوز والسوبرا اوربت ريدجز لحد ورا خالص الفورام الماجنم ده اسمه بول. هذا البول بينقسم من روت اوف ذا نوز والسوبرا اوربت ريدجز لحد الكورونال سوتشر والانتيريور فونتانيل اسمه البراو، ومن الانتيريور فونتانيل والكورونال سوتشر لحد اللاندويد والبوستيريور فونتانيل اسمها فيرتكس. بالظبط كده، هي دي الحاجات بتاعه الراس، ودول الدايمترز اللي احنا عايزين نعرفها. اشمعنى احنا وقفنا عند الكيفاليك؟ لان 96 اكتر من 95% من الدليفرز بتبقى كيفاليك بريزنتيشن. كيفاليك بريزنتيشن يعني البيبي بيبقى نازل براسه، فباي ديفول النورمال ليبر هتبقى كيفاليك بريزنتيشن. وان جنرال البيبي بيبقى فولي فلاكسد الهيد ولا بتبقى فولي اكستندد؟ فولي فلاكسد. يبقى بالتالي هنشرح النورمال ليبر المره الجايه على انهي بريزنتيشن؟ كيفاليك فيرتكس. بالظبط كده، كيفاليك فيرتكس. يبقى بالتالي الدايمترز اللي هتهمني دلوقتي بتاعه الهيد، وهشوف لو الهيد فولي فلاكسد ايه الدايمترز اللي هتبقى هتواجه البلفس، ولو الهيد فولي اكستندد برضو ايه الدايمترز اللي هتبقى مواجهه. نبتدي بالترانسفيرس دايمترز. ترانسفيرس دايمتر، ما هو البيبي برضو عنده انتر بوستيريور دايمتر وترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال. كويس، زي ما خدنا الانتر بوستيريور والترانسفيرس بتوع البلفس، عايزين نعرف برضو الانتر بوستيريور والترانسفيرس بتوع الفيتال سكال. ايه البوني بروميننس اللي موجوده على الناحيتين الترانسفيرس؟ البارايتال امنس. البارايتال امنس هما دول البوني بروميننس. يعني دي لو انا جيت اشوف من البارايتال امنس اليمين للبارايتال امنس الشمال بتوع البيبي، كويس، او بنسميه باي بارايتال دايمتر زي ما خدنا باي تيوبرس وباي سباينس، ده اسمه باي بارايتال دايمتر لانه بيلينك التو بارايتال امنسس لبعض، فده ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال. ده ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال. مهم ولا مش مهم الدايمتر ده؟ مهم للغايه، ما ده اوسع حاجه، بمعنى ان لو ده عدى ما عنديش اي مشكله خالص خالص، لان ده ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال، اللي هو الباي بارايتال دايمتر از ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال. باي بارايتال دايمتر ده كام سنتي؟ ده نحفظه اكتر من اسمنا، 9.5 سنتي. لو 13 مش هيعدي، ما نحاولش بقى في النورمال ليفر، مش كده ولا ايه؟ لا نورمال، فهو 9.5 سنتي. فالباي بارايتال دايمتر، احنا بنتكلم دلوقتي على الترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال، الباي بارايتال دايمتر ده 9.5 سنتي، مهم للغايه ان احنا نبقى عارفين. باي بارايتال دايمتر او ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال is the bipyramidal diameter اللي هو 9.5 سم. في برضو ما بين التمبرال امينس، التمبرال على الناحيتين، كويس، تمبرال بونز، الاند اوف ذا تمبرال بونز، حاجه اسمها bitemporal diameter. bitemporal diameter ده اصغر ولا اكبر؟ اكيد اصغر. خلاص احنا قلنا الوايدس، يبقى اي حاجه ثانيه هنقولها هتبقى اصغر. ده 8 سم، ده صغير. طب ايه اهميته؟ اهميته في الاوكسيبتو بوستيريور بس نبقى عارفينه دلوقتي. يبقى احنا عندنا الترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال، اول حاجه خدناها الباي بارايتال دايمتر اللي هو 9.5 سم، باي تمبرال دايمتر بين التو تمبرال امينس وده 8 سم. ده انا والراس على نفس الليفل. ايه ده يعني ايه نفس الليفل؟ يعني الاثنين بارايتال بون على نفس الليفل. هو ممكن الاثنين بارايتال بون ما يبقوش على نفس الليفل، لو الراس عوجه نفسها شويه وهي نازله، لو الراس مش نازله ستريت، لو معوجه شويه، لو معوجه شويه، فهلاقي فيه 1 بارايتال بون لور ذان ذا اذر بارايتال بون. الاثنين بارايتال بون مش هيبقوا على نفس الليفل، فبالتالي ده هيغير لي الترانسفيرس دايمتر اللي بيدخل البلفس ولا لا؟ هيغيره، مش هيبقى الباي بارايتال دايمتر هو اللي داخل البلفس، هيبقى حاجه اسمها سوبرا بارايتال سب بارايتال، لان هو سوبرا بارايتال اباف البارايتال امنس بتاع بارايتال بون وبيلو بارايتال امنس بتاع البون الثانيه، فبالتالي هيبقى اسمه سوبرا بارايتر سب بارايتر دايمتر، وده 9 سم، ده اقل. طب ما خلاص ما هو اقل، مش مشكله، مش مشكله خالص. بس الراس لو نزلت بالطريقه دي اللي هي كانت معوجه سنه، معوجه سنه، بنقول عليها اسينكليتيك. اسينكليتيك ايه؟ يعني مش سينكليتيك، مش مظبوطه، مش مظبوطه، مش التو بارايتر بونز مش على نفس الليفل، او اسمها اسينكليتيك هيد. اسينكليتيك هيد، اسينكليتيك هيد يعني الهيد مش نازله على نفس الليفل، خلاص التو بارايتال بونز مش نازلين على نفس الليفل، اسينكليتيك هيد. لو البوستيرير بارايتال بون هي اللي فالت الاول، يعني انا بعمل بي في اكزامينيشن
لقيت البوستيرير بارينتال بون. يعني ايه بوستيرير؟ هو بوستيرير وانتيرير بالنسبه لمين؟ للام. كل حاجه بالنسبه للام، كل حاجه بالنسبه للام. ايوه يعني ايه بوستيرير؟ يعني بوستيرير اللي هي البعيده، البعيده اللي هي بوستيرير اللي هي توورد البوستيرير اسبكت اوف الام. طب امال الانتيرير اللي هي توورد السيمفيسيس بيوبس بتاع الام؟ فالبوستيرير دي اللي توورد السيكرم بتاع الام، لكن الانتيرير بون هي اللي توورد السيمفيسيس بيوبس بتاع الام. فلما اقول بوستيرير بارايتال بون يعني انا قصدي البارايتال بون اللي هي فيسنج السيكرم. لما اقول الانتيرير بارايتال بون يبقى انا بتكلم على البارايتال بون اللي هي فيسنج السيمفيسيس بيوبس. لو انا لما عملت بي في اكزامينشن، شايفين البي في اكزامينشن، حسيت انهي دي البوستيرير ولا الانتيرير بارايتال بون؟ بوستيرير بارايتال بون. بوستيرير بارايتال بون برزنتيشن لان هي ذا فيرست تو بي فيلد باي بي في اكزامينشن. لو لقيتها بوستيرير بارايتال بون برزنتيشن بنقول عليها انتيرير اسينكريتيزم، يعني هي الراس معوجه انتيرير. لو هي بوستيرير بارايتال بون برزنتيشن بتبقى انتيرير اسينكريتيزم. طب افرض ان انت وانت بتعمل بي في اكزامينشن لقيت كده، ايه كده ده؟ لقيت ان انا the first parietal bone to be felt is the parietal bone facing the symphysis pubis. يعني دي الانتيرير ولا البوستيرير parietal bone؟ الانتيرير parietal bone. لو انا حسيت الانتيرير parietal bone او حسيت anterior parietal bone presentation يبقى البيبي ده عامل posterior asynclitism. بالظبط كده posterior asynclitism. الاسينكريتيزم مش مهم ومش بيتسال، بس لسه موجود في الكتاب خلاص. عشان كده انا قلته مش مهم ومش بيتسال. طبعا مش مهم لان الدايمتر البريزنتد هيبقى اصغر، هيبقى مهم ليه اساسا؟ يعني خلاص كويس ان هو اسينكلاتيك مش فاهم. فده بالنسبه للترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال. يبقى الترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال اهم ترانسفيرس دايمتر عندي هو الباي بارايتال دايمتر اللي هو زوايد الترانسفيرس دايمتر اوف ذا فيتال سكال اللي هو كام سنتي؟ 9.5 سم. عندي بعد كده في حاجه اسمها باي تمبرال اللي هو بتوين تو تمبرال اينز، ده 8 سنتي. عندي سوبرا بارايتال سب بارايتال ان كيس اوف اسينكلاتيز وده بيبقى 9 سنتي. المهم السب ماستويد اللي انا كاتباه ده او الباي ماستويد دايمتر، باي ماستويد اللي هو بين التو ماستويد بروسس، عشان ما كانوا بيعملوا كراشنج واوبريشنز كده غريبه كان ده اصغر دايمتر في الكراشنج 7.5 سم. مش مهم، انا كنت بس بقوله دايما عشان لو عندكم اورال وفي دكاتره من اساتذتنا الكبار قوي 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 بيسالوا في ساعات عشان الكراشنج اوبريشنز محدش شافها، انا ما شفتهاش فمش مهم تعرف. يعني ممكن اشيل فكده المهمين عندنا اللي احنا لازم نعرفهم في الترانسفيرس دايمترز، باي بارايتال دايمتر اللي هو 9.5 سنتي، الباي تمبرال دايمتر اللي هو 8 سنتي، والسوبرا بارايتال سب بارايتال انكيزا واسينكريتيزم اللي هو 9 سنتي. بالظبط كده هما دول الترانسفيرس دايمتر او الفيتال سكال. سؤال في الترانسفيرس دايمتر انجيجمنت يا دكاتره، لما قلت لكم انجيجمنت، لما قلنا قصه انجيجمنت كويس الباسج اوف، ركزوا معايا في الديفينيشن اوف انجيجمنت لان بتسالوا فيها كتير قوي فمهمه. يعني ايه انجيج؟ يعني ايه انجيج؟ لان ده مهم. انجيجمنت يعني ذا باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايامتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلين اوف ذا بلفيك اند. تاني ذا باسج، وترجموا الكلام ده في دماغكم وانا بقوله، ذا باسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايامتر of the presenting part. لو كفالك هيبقى باي بارايتال دايمتر through the plane of the pelvic in. يعني لما الباي بارايتال دايمتر ده يعدي ال plane of the pelvic inlet، يعني الراس دخلت جوه الكافيتي، هقول عليها ان الراس دي بقت engaged. اللي هو ساعتها لو الراس دي engaged انا لما اجي اعمل PV examination هحس ال vertex at the level of the ischial spine. يبقى اللي هو عند ستيشن كام؟ بالظبط. يعني الانجيجمنت لما يحصل هو لو قال لك ان البيبي ده ستيشن زيرو، هي يعني لو قال لك البيبي ده انجيج هو لو قال لك البيبي ده ستيشن زيرو. لان انت مهم تبقى عارف البيبي ده وقف عند انهي محطه، دخل البلبس ولا لسه ما دخلش البلبس، لسه في الابدومن ولا عدى كمان البلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشنز ولا وصل لفين. فالمحطه بتاعت البيبي دي مهمه جدا، والانجيجمنت از كروشال لان هو هيحدد لك ان البيبي ده وصل للبلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن. هي خلاص يعني وصلنا للبلين اوف ذا ليست بلفيك دايمنشن. فالانجيجمنت يعني ذا باسج اوف ذا وايد ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت اللي هو الباي بارايتال. ايوه يعني لو قال لك، ركز معايا، لو قال لك ان الباي بارايتال دايمتر از فيلت ات ذا ليفل اوف ذا اسكيال سباين ده معناه انجيجمنت؟ مين بيقول اه؟ تاني هقول وركزوا معايا. لو قال لك في الستام بتاع الكيس انه الباي بارايتال دايمتر
is at the level of the ischial span. The definition of engagement. مين بيقول ان ده definition of engagement؟ The passage, the station zero. تاني اقول ال definition of engagement. شوفوا اذا كانوا الاثنين دول نفس الحاجة ولا لا. The passage of the widest transverse diameter of the presenting part through the plane of the pelvic inlet equal engagement. طيب لو هو قال لك البايبرايتال دايمتر ده at the level of the ischial spine ده هيبقى ستيشن كام؟ تقريبا ها؟ زيرو؟ ايوه تحت الزيرو، تحت الزيرو، لان احنا بنقول البايبرايتال دايمتر لما يعدي الفلين اوف ذا بلبيك انلت كويس ده اسمه انجيجمنت. ايوه هو كده البايبرايتال عند ليفل بتاع الاسكال سباين؟ لا، لو البايبرايتال وصل لليفل بتاع الاسكال سباين يبقى معناه ايه؟ ده انجيجد قوي، ده انجيجد بزياده، لانه الستيشن زيرو دي بتبقى الاسكال سباين ان ريليشن تو مين؟ الاسكال سباين ان ريليشن تو مين؟ اللور بوردر اللور بارت فيلت اون بي بي اكزامينشن ان ريليشن تو ذا فيرتكس، مش كده ولا ايه؟ هل البايبرايتال دايمتر والفيرتكس ات ذا سيم ليفل؟ لا طبعا، لا طبعا، البايبرايتال دايمتر اهو والفيرتكس ده لسه، لو انا بعمل بيبي كده يبقى الفيرتكس ده لور لور. فلو انت حسيت انه الفيرتكس عند الليفل بتاع الاسكيال سباين هو اللي ساعتها بيكون البايبرايتال دايمتر at the level of the pelvic inlet او past the level of the pelvic inlet يعني الراس engaged. تاني 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 لان المعلومه دي مهمه، المعلومه دي مهمه. بمعنى اخر ان الانجيجمنت وستيشن زيرو هم هم ايكوال لبعض. ايوه ما ده اللي احنا قلناه هنا، امال انت بتعيديه هنا ليه؟ بعيده بطريقه اخرى عشان بس نبقى فاهمين انه هي 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 هي. يعني ايه هي هي؟ تاني ان انا دلوقتي لو بعمل في بي اكزامينشن، بعمل في بي اكزامينشن كويس؟ وبالبي بي انا حسيت الفيرتكس اهو اللور اند اوف ذا بريزنتنج بارت الفيرتكس حسيته على الليفل بتاع الاسكيال سباين، حسيت الفيرتكس على الليفل بتاع الاسكيال سباين، حسيت الفيرتكس، شايفين الفيرتكس على الليفل بتاع الاسكيال سباين. ده معناها ان هي ستيشن زيرو هتبقى وقتها اقدر بالظبط كده هيبقى انجيج. ليه؟ لان البايبرايتال اللي هو فوق شويه فوق الفيرتكس فوق الفيرتكس عند عدى الليفل بتاع الانلت، لانه الانجيجمنت الريليشن ما بين البايبرايتال والانلت ملوش علاقه بالاسكال سباين هنا خلاص. لكن الستيشن زيرو هي العلاقه ما بين الاسكال سباين واللور اند اوف ذا بريزنتنج بارت. تاني تاني ايوه بس كده معناها ان ستيشن زيرو هي ايكوال ان الراس انجيجد. ايوه ايوه بس الديفينيشنز مهمه مهمه، عشان لو قال لك ان البايبرايتال دايمتر ده ات ذا ليفل اوف ذا اسكال سباين ده حاجه تفرح اكتر تفرح اكتر، لان ده معناه ان الراس نزلت لدرجه ان البايبرايتال دايمتر وصل بقى هو الليفل اوف ذا اسكال سباين، ده انت خلاص قربت تشوف شعر البيبي على الفالفا مش كده ولا ايه؟ فيعني ده بقى ستيشن بلس 1 ولا بلس 2؟ ده اكتر كمان، ده اكتر، ده بالبلس ده بالبلس. اوكي تاني يبقى انجيجمنت اللي هو الباسج اوف ذا وايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت ثرو ذا بلين اوف ذا بلبيك انلت اللي احنا كنا بنتكلم عليه الانلت. طب امال ستيشن زيرو؟ ستيشن زيرو دي يعني ذا لور موست بارت فيلت اون بي في اكزامينشن از ات ذا ليفل اوف ذا اسكيل سبا بالظبط. في سؤال لحد دلوقتي؟ نيجي بقى عند الدايمترز انتروبوستيريور دايمتر، وكل ده لسه ما قلناش الانتروبوستيريور دايمترز اوف ذا بيتر سكال. هي الترانسفيرس دايمتر دي ثابته ولا متغيره؟ ثابته طبعا. باي فرانتل ده هيتغير ازاي؟ ثابت ثابت باي تمبر ثابت سوبرا فرانتل سفرانتل ده ثابت. طب امال الانتروبوستيريور دايمتر اوف ذا فيتال سكال؟ دي متغيره على حسب هو البيبي فولي فلكسد ولا فولي اكستند مش كده ولا ايه؟ دي متغيره دي متغيره. الانتروبوستيريور دايمتر انتروبوستيريور دايمتر اون انتروبوستيريور دايمتر اوف ذا فيتال سكال دي هي اللي متغيره ديبندنج على هل الراس بتاعت البيبي فولي فلكسد ولا الراس بتاعت البيبي از فولي اكستندد. فاحنا عندنا في دايمترز لما تبقى فولي فلكسد هيد وهي باي ديفولت النورمال ليفر بتبقى مع فولي فلكسد هيد، او لما تبقى فولي اكستندد هيد وده بيبقى في الفيس برزنتيشن. خلي بالك وذر ان انا بتكلم على فيرتكس او فيس الاثنين كيفاليك برزنتيشن، الاثنين كيفاليك، بس ممكن تبقى كيفاليك فيرتكس او كيفاليك فيس. ويتش از مور كومن الكيفاليك فيرتكس ولا الكيفاليك فيس؟ فيرتكس طبعا لان هي الفولي فلكسد هي مور كومن. فانا بتكلم على كيفاليك برزنتيشن بس الكيفاليك ده ممكن يبقى كيفاليك فيرتكس لو الهيد كانت فولي فلكسد او كيفاليك فيس لو كانت الهيد دي فولي اكستند. تاني احنا بنتكلم على دلوقتي خلاص.
بيتغيروش باي بارادل، دول بونز باي بارادل يعني ده من بون لبون، لكن ده هو ده المتغير، هو ده المتغير على حسب الراس دي فلاكسد ولا فولي فلاكسد. هات لو الراس دي فولي فلاكسد الدايمتر اللي انا هحسه كويس، لو الراس دي فولي فلاكسد الدايمتر اللي انا هحسه اون بي في اكزامينشن كويس، او الدايمتر اللي هيبقى موجود اون بي في اكزامينشن هو السب اوكسيبتو برجماتيك. ايه سب اوكسيبتو برجماتيك ده؟ يعني من بيلو الاوكسيبتال بروتيوبرنس للبرجما السنتر اوف ذا برجما، برجما اللي هي مين؟ الانتير فوندال بالظبط كده. سب اوكسيبتو برجماتيك، سب اوكسيبتو برجماتيك، سب اوكسيبتو برجماتيك من بيلو الاوكسيبتال بروتيوبرنس، لان احنا قلنا الاوكسيبتال بروتيوبرنس هو ده الدينومينيتور بتاع الفيرتكس برزنتيشن خلاص. فهنا يبقى السب اوكسيبتو برجماتيك هي فيرتكس برزنتيشن، فعلى طول هيبقى الدينومينيتور بتاعي الاوكس، الدينومينيتور بتاعي الاوكس سب اوكسيبتو برجماتيك. وده اصغر دايمتر انتروبوسير، ده اصغر انتروبوسير دايمتر للفيتال هيد للفيتال سكال، وايل ذا هيد از فولي فولي فلكسد اللي هو السب اوكسيبتو برجماتيك، وده 9.5 سم. سمعنا 9.5 دي قبل كده اللي هي باي بارايت بالظبط كده، باي بارايت بمعنى ان الهيد لو فولي فلكسد هيبقوا ايه الدايمترز بتاعه الفيتال سكال؟ 9.5 في 9.5 فهتبقى الراس عامله زي الكوره، هيساعد ان هي يحصل لها روتيشن. دي من الحاجات المهمه لما نيجي نتكلم بقى كده عن ميكانيزم اوف ليبر، ان لازم تبقى الراس فولي فلكسد عشان تقدر تعمل روتيشن، لان لما تبقى كوره هي اللي تقدر تعمل روتيشن في الكافيتي طبعا، لان هو ده المكان بيحصل فيه روتيشن. طب احنا بنتكلم دلوقتي على الدايمتر مش على ميكانيزم، ماشي خلاص. الدايمترز اللي هو فولي فلكسد هيد، لو فولي فلكسد هيد كويس يعني التشين ده واصل لحد التشست فولي فلكسد هيد، هيبقى البريزنتنج دايمتر، البريزنتنج دايمتر هيبقى السب اوكسيبتو برجماتيك يعني من بيلو الاوكسيبتال بروتيوبرنس لحد السنتر اوف ذا برجما، وده 9.5 سم. طب افرض الراس ما كانتش فولي فلكسد، ايه يعني اكستندد؟ لا مش اكستندد، هي دي فلكسد شويه يعني مش فلكسد خالص، يعني مش التشين واصل لحد التشست، يعني مش التشين بتاع البيبي واصل لحد التشست، لا دي فلكسد شويه، دي فلكسد شويه يعني مش فولي فلكسد، هيبقى سب اوكسيبتو فرونتال يعني ما هو برده من بيلو الاوكسيبتال بروتيوبرنس اه، بس لحد الاند اوف ذا برجما. ما هي البرجما دي شكلها ايه؟ لازن شيب مش كده ولا ايه دكاتره؟ البرجما العيل هو بتبقى البرجما دي لازن شيب، ليها سنتر اللي هو البرجماتيك والتيب بتاعها اللي هو الفرونتال، سب اوكسيبتو فرونتال، سب اوكسيبتو فرونتال يعني مش للسنتر اوف ذا برجما، لا حته ابعد لحد الانتيرير اند اوف ذا برجما، الانتيرير اند اوف ذا برجما. فبالتالي ده هيبقى اطول ولا اقصر؟ اطول، اطول، هيبقى 10 سم. ايه ده انت بتتكلمي في نص سم؟ ايوه الملي بيفرق في الولاده، ما احنا عمالين نقول الدايمتر بتاعت الفلبس. فبالتالي لو هي فولي فلكسد هيد البريزنتنج دايمتر بتاعنا انتروبوسيرير دايمتر يبقى السب اوكسيبتو برجماتيك اللي هو 9.5 سم. طب لو هي مش فولي فلكسد، سيبنا دي فلكسد، دي فلكسد مش فولي فلكسد، هيبقى السب اوكسيبتو فرونتال من بيلو برضو الاوكسيبتال بروتيوبرنس بس للانتيرير اند اوف ذا برجما اللي هو هيبقى اطول شويه، هيبقى 10 سم. طب لو هي اكتر دي فلكسد هيبقى من الاوكسيبتال بروتيوبرنس للانتيرير اند، هيبقى اسمه اوكسيبتو فرونتال، مش بس سب اوكسيبتو فرونتال، هيبقى اوكسيبتو فرونتال اللي هو 11.5 سم، 11.5 سم. يبقى احنا عندنا لو الراس فولي فلكسد، فولي فلكسد كويس ده هيبقى السب اوكسيبتو برجماتيك، لو الراس فولي فلكسد سب اوكسيبتو برجماتيك من بيلو الاوكسيبتال بروتيوبرنس لحد السنتر اوف ذا برجما اللي هو 9.5 سم. طب لو هي دي فلكسد سنه من بيلو الاوكسيبتال بروتيوبرنس برده للانتيرير اند اوف ذا برجما اللي هو 10 سم. طيب لو هي مور اند مور دي فلكسد هيبقى من الاوكسيبتال بروتيوبرنس نفسه للانتيرير اند اللي هو الاوكسيبتو فرونتال اللي هو 11.5 سم. طب لو هي just midway between flexion and extension زي ما انا واقفه كده، ولا هي fully flexed ولا هي fully extended، هي midway between flexion and extension، هيبقى ال presenting diameter منتو vertical. ايه المنتو vertical؟ منتو يعني من الشن، من الشن المنتم، شن هو المنتم، من التيب اوف ذا منتم، التيب اوف ذا شن، ليه كلمه vertical؟ vertical دي يعني midway between anterior and posterior frontal sagittal suture، بس ميد واي بتوين الانتيرو بوستيرو فونتانال ده اسمها الفيرتيكال بوينت، فيرتيكال بوينت يعني لو الراس دي ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن، ميد واي بتوين فلكشن اند اكستنشن
هيبقى من الشن لحد الفيرتيكال بوينت، وده 13.5 سنتي. ايه رايكم؟ ما يعديش خلاص. ما يعديش منين؟ من الاوتلت، من الانلت. احنا نفكر الانلت الاول ولا الاوتلت الاول؟ الانلت الاول طبعا، الاول يخش. ما هو مش هيقع، ايوه هو ما دخلش اساسا، هو مش هيخش الانلت اصلا. امتى الدايمتر المانتو فيرتيكال دايمتر ده بيبقى البريزنتنج دايمتر؟ في البراو بريزنتيشن. يعني لو البيبي جاي براو، لو البيبي جاي براو، يعني لو جاي فيرتكس هيبقى البريزنتنج دايمتر مين؟ لو هو جاي فيرتكس طب اوكسيتو براجماتيك اللي هو 9.5 سم، يعدي في الانلت ولا لا؟ يعدي. طب لو هو جاي براو بريزنتيشن، يعني ايه براو بريزنتيشن؟ يعني البريزنتنج بارت بتاعي فلت اون بي في اكزامينشن اول حاجه من الروت اوف نوز سوبرا اوربيتال ريدجز لحد الانتيرو فونتانال والكولونال سوتشر، ده البراو. هيبقى الدايمتر هنا المنتو فيرتيكال، منتو فيرتيكال ده 13.5 سم. مدام البي بتاعك مش هيعدي لازم نعمل قيصرين. طب انا عرفت منين ان هو براو؟ يعني المفروض اول ما الاقي براو، ما انا المنتو فيرتيكال ده مش هحسه، هحسه ازاي؟ يعني ما هو مش هعرف احسه، بس اقدر اقول ان البيبي براو، يعني اقدر اقول بيبي كيفاليك فيرتكس اللي هو لو حسيت الاوكسيبت. اقدر اقول البيبي، البيبي ده كيفاليك فيس لو حسيت الشن المنتل. طب امال امتى اقول البيبي ده كيفاليك براو؟ عشان اقول لها انك مش هتولدي، مش هنقعد قاعدين مع بعض السنه جايه. ما حسش ولا منتل ولا اوكسيبت بالظبط كده. طب افرض، ركزوا معايا، وانا بعمل بي في اكزامينشن حسيت الروت اوف ذا نوز وعينين البيبي من غير طبعا ما كويس، وحسيت النوز وحسيت الماوث، ها ده ايه؟ ده البرزنتيشن بتاعته. ايه تاني؟ انا بعمل بي في اكزامينشن، بعمل بي في اكزامينشن كويس، فبعمل بي في كده فحسيت ايه ده؟ ايه ده؟ ده روت اوف نوز. طب دي عينين البيبي، ماشي عينين البيبي. طب دي النوز، ده الماوث، وحطيت ايدي جواه، ده الماوث، ده اللي انا حسيته. حسيت حاجه ثانيه؟ لا ما حسيتش حاجه ثانيه خالص 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 خالص. يعني احنا حسيت عينين والنوز والماوث، لا ما حسيتش الشن. ده اسمه ايه؟ ها ده ايه البرزنتيشن دي يا دكاتره؟ هي كفالك ولا مش كفالك؟ كفالك. فيرتكس؟ لا ما حسيتش اقصر. فيس؟ ما حسيتش، بس حسيت الماوث ودخلت ايدي جواه. حسيت شن؟ ما حسيتش الشن. فيس؟ ايه اقرب حاجه؟ ايه يعني اقرب حاجه؟ محطه الافلام يعني ايه اقرب حاجه؟ دكاتره في حاجات واضحه، يعني اصل انتوا بتضايقوا قوي لو قلنا لكم حاجات مايعه. طب يبقى انتوا برده قولوا لنا اجابات واضحه مش مايعه، ما هو جنبها، ما هو فرق نص سنتي، ما هو فرق 3 مللي. لا فرقه ولا مش فرقه؟ فرقه طبعا. احنا قلنا الدينومينيتور بتاع الفيس ايه؟ تشين. الدينومينيتور يعني العلامه بتاعته ما حسيتهاش، هتقول عليه ايه؟ هتقول عليه فيس؟ دفنتلي لا، دفنتلي لا. اذا كانت الحاجه المميزه لي مش موجوده، انا مش حاسسها، ازاي اقول هو فيس؟ حضرتك حسيت التشين؟ لا. طب يبقى قلت عليه فيس ليه؟ اصل قريب منه، قريب اهو قريب، بصوا التشين قريبه، قريبه ايه؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اللي انا حسيت فيه، معلش، اللي انا حسيت فيه الفي الماوث، وحسيت فيه الايز، وحسيت فيه النوز، ده اسمه ايه؟ براو. يتولد؟ ما يتولدش. يبقى مهم افرق بين الفيس والبراو ولا لا؟ مهم جدا، لان الفيس هيتولد زي ما هنشوف اهو، لكن البراو ما يتولدش. يعني التشين ده فرق لي؟ ايوه التشين ده فرق لي المنتم، لان هو ده اسمه دينومينيتور، دينومينيتور. يعني لو لقيته يبقى ده اسمه فيس. بمعنى اخر لو انت حسيت التشين وعرفت توصل للماوس حطيت ايدك جواه، ووصلت ليه البتاع ده النوز، لكن مش عارف توصل لعينيه، هيبقى ده فيس ولا لا؟ ايوه انت مش وصلت للتشين خلاص، هو ده فيس، ده فيس. هو المهم عندك التشين، مش لازم توصل لعينيك خالص، انت توصل بس للتشين. لقيت التشين يبقى فيس، ما لقيتش التشين خلاص هيبقى براو. يبقى احنا كده وصلنا للمانتو فيرتيكال، وقلناها احنا اسفين يا مدام انت براو برزنتيشن، يبقى كده مش هينفع انك تولدي، لان البرزنتنج دايمتر هو المانتو فيرتيكال 13.5 سم، مش هيخش الحوض، مش هيخش حتى مدخل الحوض، مش هيخش الانلت اساسا. طيب افرض الراس دي اكستندد، اكستندد اكستندد فولي اكستندد، يبقى البريزنتنج دايمتر هنا هو هيبقى
سب منتو لان ده منتا مش سب اوكسيبتو مش اوكسيبتو سب منتو بريجماتيك سب منتو بريجماتيك من بيلو التشين كويس لو هي فولي اكستندد لو هي فولي اكستندد هيبقى سب منتو بريجماتيك اللي هو من الروت اوف ذا نوز والشين لحد سنتر اوف ذا بريجما وده كام سنتي 9.5 بقى 9.5 برضه ايه ده الفيس كده ممكن يتولد ايوه مين قال ان الفيس ما يتولدش دي ميكانيزم اوف دليفري وهنشوفه الفيس يتولد ليه لانه البريزنتنج دايمتر بتاعه هو السب منتو بريجماتيك اللي هو 9.5 سنتي زي بالظبط السب اوكسيبتو بريجماتيك الاثنين اهم السب منتو بريجماتيك والسب اوكسيبتو بريجماتيك الاثنين 9.5 سنتي الاثنين 9.5 سنتي فبالتالي اه ممكن يتولد طب الفيس بريزنتيشن يتولد لان هو سب منتو بريجماتيك 9.5 سنتي طب امال الانجيجنج دايمتر بتاع الفيس امتى اقول انجيجمنت ايه الانجيجنج دايمتر بتاع الفيس كويس يعني ايه هو يعني اسم الدايمتر ايه بتاع الانجيجمنت بتاع الفيس هو البايبرايتر ما احنا قلنا the passage of the widest transverse diameter of the presenting part ايه presenting part بتاع الفيس هو الكفالس كفالك ما احنا قلنا ان هي كفالك presentation بس هو كفالك فيس ولا كفالك vertex فالاثنين الترانسفيرس دايمتر بتاعهم هو البايبرايتر دايمتر فهما الاثنين الدايمتر اوف انجيجمنت هو البايبرايتر دايمتر اللي هو 9.5 سنتي بس الانتروبوسيريور دايمتر اوف ذا فيس هو السب منتو بريجماتيك اللي هو 9.5 سنتي لكن الانتروبوسيريور دايمتر بتاع الفيرتكس هو السب اوكسيبتو بريجماتيك اللي هو برده 9.5 سنتي فكده لو الراس فولي اكستندد يبقى سب منتو بريجماتيك 9.5 سنتي لو الراس مش فولي اكستندد يعني دي فلكسد لا مش دي فلكسد هي اكستندد برده بس مش فولي اكستندد ايوه يعني ميد واي ولا ميد واي لان ميد واي بما منتو فيرتيكال هي برده اكستندد بس مش فولي اكستند مش فولي اكستند هي برده اكستندد هيبقى سب منتو فيرتيكال دايمتر اللي هو 11.5 فدول الدايمتر او الانتروبوسيرور دايمتر اوف ذا فيتال سكال وذا كانوا الترانسفيرس دايمتر او الانتروبوسيرور دايمتر انتروبوسيرور دايمتر مهم ناخدهم من فولي فلكسد هيد لفولي اكستندد هيد فولي فلكسد هيد اللي هو السب اوكسيبتو بريجماتيك 9.5 سنتي فولي اكستندد هيد اللي هو زي في الفيس بريزنتيشن برضه 9.5 سنتي كل الدايمترز دي ممكن تعدي من الفيميل بلبس لانها كلها اقل من الفيميل بلبس لكن ما عدا المانتو فيرتيكال دايمتر اللي هو يبقى البريزنتنج دايمتر بتاع البراو بريزنتيشن اللي هو 13.5 سنتي عشان كده في البراو هناخد ان هو نو ميكانيزم اوف ديليفري وهتبقى اوبستراكتد ليبر ما ينفعش انها تولد طبيعي اللي جاي البيبي فيها براو بريزنتيشن براو يعني ما حسيتش ايه شن ولا اكس بالظبط كده ايوه يعني حسيت ايه ما فيش ما انا مش هحس حاجه ده الراس عاليه قوي الراس عاليه قوي مش هحس حاجه عشان كده ما فيش دينومينيتور للبراو في دينومينيتور للفيس اللي هو التشين في دينومينيتور للفيرتكس اللي هو الاكس في دينومينيتور للبريتش لانه ممكن يتولد اللي هو السيكرا كويس لكن انا ما عنديش دينومينيتور دي عاليه قوي 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 ما عنديش دينومينيتور طب الترانسفيرس ليه دينومينيتور بس برده ما بيتولدش ترانسفيرس ما بيتولدش غير بميكانيزم كده هناخده في الدنيا في سؤال في الفيتال سكال دايمترز دايمترز اوف الفيتال سكال في سؤال هنا ناخد شويه ترمينولوجي في حاجات منهم قلناها وفي حاجات لسه ما قلناهاش ناخد شويه ترمينولوجي يعني ايه برزنتيشن the part to be felt by PV examination يعني انا بعمل PV الاقي ايه اي حد ممكن يقول برزنتيشن على فكره يعني اي حد يعني النرس كله لانه تقول لك ده جاي براسه ده جاي برجليه ده جاي بالعرض مش كده ولا ايه احنا ما قلناش هنا يعني position احنا قلنا بس presentation يعني بس هو presentation هل هو كفالك ولا مش كفالك الكفالك ده هنا بقى اللي نبتدي نميز بقى النيرس من النايب الجونيور من النايب السينيور من كده خلاص يبقى الكفالك ده كفالك ممكن يبقى كفالك فولي فلكسد هو كفالك ايه vertex او كفالك فيس اللي هو تبقى الراس standard بس فولي standard بالظبط كده او يبقى كفالك براو اللي هو ايه فلكسد ولا اكستندد ميد واي بين فلكشن اند اكستنشن ودي ليه ميكانيزم اوف ديليفري لا فمهم ان انا اعرف فبالتالي البرزنتيشن ممكن يبقى كفالك بريتش شولدر الكفالك برزنتيشن ممكن يبقى كفالك فيرتكس ممكن يبقى كفالك براو ممكن يبقى كفالك فيس كويس فدول البرزنتيشن ممكن تبقى كفالك او بريتش بريتش اللي هو البيبي جايب الباتوكس بتاعه شولدر اللي هو البيبي جايب الشولدر طب يعني ايه لاي يعني البيبي نايم ازاي هل هو نايم
بارلل للاكسس بتاع الام، بارلل للاكسس بتاع الام، ولا نايم بيربنديكولر للاكسس بتاع الام؟ لو هو نايم بارلل للاكسس بتاع الام بسميه لونجيتودينال لاين، لان هو جاي بالطول. يعني اللونجيتودينال لاين ده يبقى في انهي برزنتيشن؟ في البريتش والكفال. بالظبط كده. يعني اللونجيتودينال لاين ده سواء كان بريتش هو لونجيتودينال لاين، او كان كفالك هو برده لونجيتودينال لاين، مش كده ولا ايه؟ فاللونجيتودينال لاين يعني لما يقول لك البيبي جاي لونجيتودينال لاين، يعني البيبي جاي ايه؟ يعني كفالك يا بريتش، ما تقدرش تقول، لان هو بيقول لك البيبي جاي لونجيتودينال لاين. ايوه يعني هو كفالك ولا بريتش؟ ما تقدرش تقول، فلازم يحدد لك هو لونجيتودينال لاين كفالك ولا لونجيتودينال لاين بريتش. طب لو قال لك البيبي جاي ترانسفيرس لاين، شولدر، ما هو مالهاش حل تاني، ما فيش ترانسفيرس غير الشولدر. ترانسفيرس يعني بيربنديكولر للاكسس بتاع الام، يبقى هو جاي شولدر بريزنتيشن. يبقى احنا خدنا كلمه بريزنتيشن وخدنا كلمه الدينومينيتور، طبعا دي اخدناها، اللي هو الدينومينيتور اللي هو البون بتاع البريزنتيف بارت. ايه الدينومينيتور بتاع الفيرتكس؟ الاكس. ايه الدينومينيتور بتاع الفيس؟ الشن. ايه الدينومينيتور بتاع البراو؟ مالوش. ايه الدينومينيتور بتاع البريتش؟ سيكرم. ايه الدينومينيتور بتاع الشولدر؟ بالظبط كده، دول الدينومينيتور. بعد كده نيجي نمبر 4 اللي هو اللاي، سواء كان لونجيتودينال لاي اللي هو كفالك او كفالك او بريتش برزنتيشن، هو ده لونجيتودينال لاي، او ترانسفيرس لاي اللي هو الشولدر برزنتيشن، هو ده الترانسفيرس لاي بتاعنا. ايه هي الاتيتيود؟ الاتيتيود اوف ذا بيبي، وذر البيبي كان فولي فلاكسد اتيتيود ولا اكستندد اتيتيود. هو على طول البيبي جسمه كله فولي فلاكسد، هي اللي بتختلف بس الراس. عشان كده لما بنقول فلاكسد كويس بنبقى قصدنا ان الهاجس فلاكسد، اللي هو ايه البرزنتيشن هنا هتبقى كفالك فيرتكس. بالظبط كده. ولو هو اكستندد هيبقى فيس كده. كفالك اكستندد هيبقى فيس. فهو وذر ان هو كان فلاكسد او اكستندد، لان عمر من البيبي نفسه ما بيبقى اكستندد، هو البيبي على طول واخد الفلاكسد اتيتيود، بس ممكن ان راسه تبقى فلاكت اكستندد او راسه تبقى فلاكسد. فلما بنقول الاتيتيود اوف ذا بيبي فلاكسد ولا اكستندد بيبقى قصدنا على الهيد، لان هي دي اللي ممكن تبقى فلاكسد او اكستندد، لكن بقيه جسمه لازم يبقى فلاكسد عشان يعكوموديت في الفير شيبت يوترس بتاع الام. فلازم يبقى كل ايديه ورجليه فلاكسد، لكن هو راسه هي اللي ممكن تبقى فلاكسد او اكستندد. فدي بالنسبه للاتيتيود. اتيتيود اوف ذا بيبي، اتيتيود اوف ذا بيبي يعني الريليشن اوف ذا فيتال بارت تو ايتش اذر، ماليش دعوه بالام. لكن اللاين كان الريليشن اوف ذا لونجيتال اكسس اوف ذا فيتس تو اللونجيتال اكسس بتاع الام، خلاص. لكن هنا الاتيتيود دي الريليشن بتاعه الفيتال بارت لبعضها، ما لهاش علاقه بالام خالص. واضح الفرق بين اللاين والاتيتيود؟ اتس ايزي، سهله دي، ما فيهاش مشكله. انجيجمنت العدد اللي كان فيها كتير اللي هو الباسج اوف بايتس ترانسفير دايمتر اوف بريزنتال بارت في حاله الكفالك، يعني ذا باسج اوف ذا بايتس دايمتر ثرو ذا بلين اوف ذا بلفيك ايريا، اللي هو ات ذا سيم تايم لما ده يحصل هيكون اللور اند اوف ذا فيرتكس اللي هي الاكسبت، لان ده الدينومينيتور بتاع الفيرتكس، الاكسبت فالت ات ذا ليفل اوف ذا اسكيل سباين. بالظبط كده، اللي هي تبقى ستيشن زيرو. بالظبط كده. يبقى احنا عندنا انجيجمنت ستيشن، دول ريليتد لبعض. انجيجمنت اللي هو الباسج اوف ذا وايد ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتال بارت ثرو ذا بلين اوف ذا بلفيك ايريا، اللي هو لو البايب لو هو كفالك يعني البايب رايتال من البلفيك ايريا، والستيشن لما الفيرتكس كويس او الاكسبت احسه على الليفل بتاع الاسكيال سباين. طب لو كان ده فيس هقول الستيشن امتى؟ الاول هقول الانجيجمنت امتى؟ لو كان ده فيس الباي بارايتال برضه يعدي من البين اوف ذا بلفيك ايريا. طيب امال الستيشن لو ده فيس التشين فين؟ على الليفل بتاع الاسكيال سباين. بالظبط كده. لو هو ده فيس يبقى لما احس الشين ات ذا ليفل اوف ذا اسكيال سباين هقول عليها انها ستيشن زيرو. طب لو كان ده بريتش، لو السيكرم حسيته على الليفل بتاع الاسكيال سباين تبقى دي ستيشن زيرو. طب لو البايترو كانتريك دايمتر عدى البلفيك انلت هو ده هيبقى انجيج. ايه البايترو كانتريك ده؟ ما هو الوايدست ترانسفيرس دايمتر اوف ذا بريزنتنج بارت. ايه البريزنتنج بارت بتاع الباتوبسي؟ مش بايبرايتل، هو لازم باي تروكانتريك بتوين التو جريتر تروكانتر بتوع البيبي، هناخدها في البريتش، مش مشكله خالص. اوكي، فده بالنسبه للترمينولوجيز دي، اللي هو يعني ايه برزنتيشن دينومينيتور لايف اتيتيود انجيجمنت اند ستيشن. في سؤال فيهم؟ في واحده انا ما قلتهاش. بوزيشن. بوزيشن ايه البوزيشن دي؟ نركز مع بعض في البوزيشن. بوزيشن يعني
البيبي ده جاي على الرايت سايد ولا اللفت سايد بتاع الام؟ يعني البيبي ده نازل على الرايت سايد بتاع الام الناحيه اليمين ولا اللفت سايد بتاع الام الناحيه الشمال؟ هتفرق لو البيبي نازل بالمنظر ده، ده على اللفت ولا على الرايت بتاع الام؟ يبقى نازل في انهي اوبليك دايمتر؟ اللفت اوبليك. مين بيقول ان هو نازل في اللفت اوبليك؟ اللي هو منين لفين؟ اللفت اوبليك اللي هو من اللفت اليو سيكرو ايليك جوينت للرايت اليو بيتينيال امينس. هو البيبي نازل في اللفت اوبليك. مين بيقول اه البيبي نازل في البيبي نازل اهو، هل هو نازل في الرايت اوبليك ولا نازل في اللفت اوبليك؟ ممكن حد يجي يمسك الفلبس؟ اهو الفلبس. فين الرايت؟ فين الرايت؟ ده الرايت وده اللفت. طيب البيبي نازل في الرايت ولا في اللفت كده؟ اللفت سايد اوف الام ولا رايت سايد اوف الام؟ اللفت سايد اوف ذا مام. هو نازل في اللفت سايد اللي هو نازل في الرايت اوبليك. ما هو الرايت اوبليك هو اللي باجي من الرايت سيكرو ايليك جوينت لللفت ايليو بكتينيال امينس. فهل البيبي نازل في الرايت اوبليك ولا البيبي نازل في اللفت اوبليك؟ في الرايت اوبليك. ما يا جماعه اصل ده شوفان ماشي، فيعني لازم نشوف الرايت اوبليك. البيبي نازل في اللفت سايد. اه نازل في اللفت سايد. خلي بالكم البيبي نازل في اللفت سايد لفت انتيري، لفت انتيرير للام، لان هو الاقصى بالدايركتد انتيرير. فانا بقول انتيرير او بوستيرير على حسب الدينومينيتور ده دايركتد انتيرير ولا بوستيرير. فهو البيبي هنا هو نازل فولي فلكسد، فبالتالي هو كيفاليك فولي فلكسد صح؟ كيفاليك فولي فلكسد. يبقى الدينومينيتور بتاعي مين؟ الاقصى، لان ده فيرتكس بريزنتيشن. هل البيبي نازل الاقصى ده انتيرير ولا بوستيرير؟ هل البيبي الاوكسيبت ده بتاع البيبي هل هو انتيرير ولا بوستيرير؟ ما احنا انتيرير بوستيرير بالنسبه للام، رايت ولفت برضه بالنسبه للام، دي اسمها بوزيشنز. رايت ولفت وانتيرير بوستيرير ده اسمه بوزيشن خلاص. فهل هو الاوكسيبت اوف ذا فيتس از دايركتد انتيريرلي ولا دايركتد بوستيريرلي؟ دايركتد انتيرير. هل الاوكسيبت هنا بتاع البيبي تو ذا لفت ولا تو ذا رايت؟ لفت، لان انا لفت ورايت بالنسبه للام ده اللفت خلاص. لو كان هو نازل الناحيه دي هيبقى ده الرايت. يبقى بالتالي البيبي ده هقول عليه هو رايت ولا لفت. انا بتكلم على البوزيشن دي، هو كده لفت ولا رايت؟ لا ما احنا اتفقنا ان هو لفت ورايت بالنسبه لمين. على فكره دي اول مره من 6 سنين انتوا سامعين السبت ان حد نيجي نستوقفنا الحته دي. يا جماعه في ايه؟ احنا قلنا لفت ورايت بالنسبه للام خلاص، بالنسبه للام رايت ولا لفت بالنسبه للام؟ اهو البيبي محطوط كده، ده في اللفت سايد بتاعي ولا في الرايت سايد؟ في اللفت سايد. في حد شايفه في الرايت سايد؟ خلاص يبقى هو ده البيبي نازل في اللفت سايد. اللفت سايد يعني الاوكسيبت توورز لفت سايد. انتيرير ولا بوستيرير؟ يعني انتوا شايفين الاوكسيبت ناحيه انتيرير ناحيه السنتر سبيس ولا بوستيرير؟ انتيرير. يبقى هو ده لفت اوكسيبيتو انتيرير صح؟ لفت اوكسيبيتو انتيرير. هذا اللفت اوكسيبيتو انتيرير نازل في انهي اوبليك دايمتر؟ في الرايت اوبليك دايمتر. في الرايت اوبليك. ليه رايت اوبليك؟ لان هو احنا قلنا الاوبليك بيبتدي من الرايت سيكرو ايليك جوينت لللفت اليو بكتينيال امينس. فهو فعلا البيبي نازل في الاكسس ده، الاكسس الثاني فاضي، اللفت اوبليك بتاعنا فاضي. هل اللفت اوبليك ده نازل فيه حاجه؟ امتى البيبي يبقى نازل في اللفت اوبليك؟ لو البوزيشن بتاعه البيبي ايه؟ رايت اوكسيبيتو انتيرير بالظبط كده. لو البيبي البوزيشن بتاعته رايت اوكسيبيتو انتيرير يبقى هو نازل في اللفت اوبليك. هو اللفت اوبليك هو اللي اكتر ولا الرايت اوبليك اطول؟ رايت اوبليك. فهو المور كومن انك تلاقي البيبي ايه؟ البوزيشن بتاعته لفت ولا رايت؟ لفت. كملوها لي. اوكسيبيتو انتيرير. لفت اوكسيبيتو انتيرير. ليه؟ لان لما البيبي يبقى لفت اوكسيبيتو انتيرير هيبقى نازل في الرايت اوبليك. طب احنا متلخبطين ليه؟ لان احنا بنبدا الاوبليك احنا بنبدا القصه دي من ناحيه السيكرم مش من ناحيه البيبي. مش كده ولا ايه؟ من ناحيه الام.
من هنا. اللفت اللفت اوبليك اللي هو بادي منين؟ ها؟ من اللفت سيكرو ايليك جوينت. اللفت اوبليك ده بادي من السيكرو ايليك جوينت اللفت اللي هو فيها مين؟ السيجمويد كولون هنا. فده اللفت اوبليك. اللفت اوبليك فلو البيبي هينزل في اللفت اوبليك دايامتر في اللاين ده يبقى البيبي هيبقى موجود هنا او هنا، صح ولا ايه؟ لان هو ده اللاين. يعني ايه هنا؟ يعني البوزيشن ايه؟ لفت اوكسيبيتو بوستيريور، صح ولا لا؟ لانه لفت لفت على اللفت سايد بتاع الام والاوكسيبيت از دايركتد بوستيريوري. بمعنى ان لو البيبي كان لفت اوكسيبيتو بوستيريور او رايت اوكسيبيتو انتيريور هيبقى نازل فين؟ اللفت اوبليك دايركت. طيب امال لو البيبي كده اللي هو ايه؟ ده بوزيشن ايه ده؟ لفت اوكسيبيتو انتير. طب ولو كده؟ رايت اوكسيبيتو بوستير هيبقى نازل في انهي اوبليك؟ الرايت اوبليك اللي هو الرايت اوبليك دايمتر هو ده الوايدر. طب تفتكروا مور كومن ان البيبي يبقى الاوكسيبيت بوستيرير ولا الاوكسيبيت انتيرير؟ هي الام في الحمل بتبقى عندها ايه؟ عندها شويه لامبر لوردوزس، مش كده؟ بيبقى فيه كونكافيتي، فهي هتفيد كده مع الكونفكسيتي بتاعت البيبي لان هو ظهره هو اللي بيبقى مقوس. فعشان كده دايما او مور كومن انه الاوكسيبيتو انتيرير هي مور كومن عن الاوكسيبيتو بوستيرير بوزيشن. الاوكسيبيتو انتيرير بوزيشن از مور كومن. طب تفتكروا اوكسيبيتو انتيرير لفت ولا رايت هي المور كومن؟ لفت، لان اللفت اوكسيبيتو انتيرير هي اللي هتوكيباي الرايت اوبليك دايامتر اللي هو اوسع، اللي هو اوسع. خلاص؟ تاني كده نتكلم شويه على البوزيشن، لان البوزيشن دي الريليشن بتاعي رايت وليفت سايد كويس بتاع الام وانتيرو بوستيرير اسبيكت بتاع البيبي الباك بتاع البيبي. فانا هقول لكم شويه مناظر. حد يمسك البلبس؟ مش شرط انت، يعني في ناس كتير قاعده فاي حد يمسك البلبس. ممكن حد يمسك البلبس؟ اهو ده البلبس. هقول لكم انا بوزيشنز وانتوا تقولوا لي هي دي عباره عن ايه. كويس؟ لو البيبي نازل كده هنبتدي برايت ولا لفت؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ وبعدين بدينا النيتشر بتاعنا. سوري، البيبي نازل كده ده ايه؟ رايت ولا لفت؟ رايت، لانه على الرايت سايد بتاع الام. رايت رايت. ها رايت ايه؟ ايه الدينومينيتور بتاعنا؟ سيكرم. سيكرم انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. سيكرم بوستيريور. ففعلا ده رايت لان هو توورز الرايت سايد بتاع الام. سيكرو بوستيريور. رايت سيكرو بوستيريور. فالبوزيشن هنا بتاع البيبي رايت سيكرو بوستيريور. طب افرض ان انا البيبي ده نازل بالمنظر ده كده لفت، لان هو على اللفت سايد فعلا بتاع الام لفت اوكسيبيتو، لان الاوكسيبيتو هو البريزنتنج بارت بوستيريور. لفت اوكسيبيتو بوستيريور هو فعلا اهو لفت، لانه على اللفت سايد بتاع الام اوكسيبيت از دايركتد بوستيريور اوكسيبيتو بوستيريور. طب افرض البيبي نازل بالمنظر ده لفت اوكسيبيتو انتيريور، لان هو تو ذا لفت سايد اوف الام والاوكسيبيت هو اللي دايركتد انتيريور. طب افرض انه البيبي نازل كده، شايفين ده؟ ده رايت ولا لفت؟ في النص. ده دايركت ايه؟ اوكسيبيتو بوستيريور. بالظبط كده، دايركت اوكسيبيتو بوستيريور. دايركت اوكسيبيتو بوستيريور. طب افرض البيبي نازل بالمنظر ده رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس لانه بالعرض رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. طب لو البيبي نازل كده ها ده ايه؟ دايركت سيكرو انتيرير. دايركت لانه دايركت سيكرو انتيرير. دايركت سيكرو انتيرير، صح ولا لا؟ طيب البيبي نازل كده ها اهو، شايفين يا دكاتره؟ ده ايه؟ رايت ولا لفت؟ ده رايت سكابيلو انتيرير ولا بوستيرير؟ انتيرير، لان سكابيلو دايركتد انتيرير. فهو ده كده على الرايت سايد اوف الام، مش اللفت سايد، على الرايت سايد اوف الام. رايت سكابيلو انتيرير. لو كان الناحيه دي هيبقى لفت
سكابيلو انتيريور. طب لو عملنا كده كويس، لو البيبي بالمنظر ده اهو كده هيبقى رايت ولا لفت؟ السكابيلا هنا على الرايت ولا على اللفت؟ على اللفت. سكابيلو بوستيري بالظبط كده، يعني السكابيلا دايركت بوستيري دي وهي توين اللفت سايد، فلفت سكابيلو بوستيري. طب نركز مع بعضينا، ها نركز مع بعضينا بقى دلوقتي. ده طالع بالتشين. طيب طالع بالتشين، ها ايه رايكم؟ اهو انا ماسكه البيبي اهو كده بالتشين. التشين باصص ناحيه ايه؟ التشين انتير. ماشي التشين انتير اهي، هو فعلا التشين انتير مش قصير، التشين انتير. رايت ولا لفت؟ التشين دايركتد انتيريرلي ولا دايركتد بوستيريرلي؟ التشين انتير. يبقى كده ايه البوزيشن بتاعتنا؟ لا ده مش دايركت على فكره، ده مش دايركت اهو. طب خلاص خلينا في دي، خلينا في دي، قولوا لي البوزيشن بتاع ده. هو الراس هنا ايه؟ بولي فلكس، يعني الدينومينيتور بتاعنا اوكسي. طب قولوا لي البوزيشن دي لفت اوكسيبتو بوستير، لفت اوكسيبتو بوستير. طيب خلينا كده مين بيقول ان دي لفت؟ يعني التشين دايركتد تو ذا ليفت سايد. مين شايف ان التشين هنا باصص للناحيه الشمال؟ ناحيه يمين. يبقى ايه البوزيشن دي؟ رايت مانتو انتير بالظبط كده. رايت لان هو باصص للرايت، انت بتشوفه باصص لفين؟ رايت. ايه ده بس البيبي كله عمال يتضرب؟ البيبي كله امال ليه في حاجه اسمها دينومينيتور؟ احنا بنشوف الدينومينيتور باصص لفين. الدينومينيتور دايركتد توورد ايه؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ رايت ولا لفت؟ البوزيشن كده بتشوف هو انتيريور ولا بوستيريور؟ رايت ولا لفت؟ ما احنا هنا اهو الدينومينيتور تشين، ايوه التشين ده باصص انتيريور ولا بوستيريور؟ ده باصص انتيريور. رايت ولا لفت؟ باصص للرايت سايد، فده رايت مانتو انتيريور، ده رايت مانتو انتيريور. تاني طب افرض ان هو ده المنظر بتاعنا، ده المنظر طبعا البيبي فلكسد وده المنظر بتاعنا. ده فلكسد ولا اكستندد هيد؟ الستاندرد هادي. يبقى الدينومينيتور بتاع مين؟ التشين. التشين دايركت انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. مانتو بوستيريور. رايت ولا لفت؟ دايركت، لانه دايركت مانتو بوستيريور. ما قلتوش عليه ليه مانتو انتيريور؟ بالظبط كده. طب نشوف دي اهو، ده ايه بي راس فلكسد ولا اكستندد؟ اكستند. الراس دي اكستند، يعني كده الدينومينيتور بتاعي التشين. التشين ده دايركت توورز ايه؟ رايت ولا لفت؟ باصص ناحيه الرايت ولا اللفت؟ اللفت. التشين اهو باصص ناحيه اللفت. لفت لفت مانتو انتيرير ولا بوستيرير؟ ترانسفيرس. لفت مانتو ترانسفيرس، صح ولا لا؟ لان هو لفت فعلا باصص ناحيه اللفت، دايركت ناحيه اللفت. لفت مانتو ترانسفيرس. طيب لو هو كده ده اوكس هي ها رايت، لان الاوكس بالدايركت تو ذا رايت سايد. رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس. هي راح تورينا بوزيشن، هي هتخترع بوزيشن من دماغها واحنا هنقول ايه البوزيشن اللي يارا بتعمله. شوف لنا بوزيشن. هاي ها ده رايت ولا لفت؟ طب خلينا الاول هو الدينومينيتور مين عشان نبقى عارفين، لان خلي بالكم ما تتلخبطوش ان هو طالما كفالك ابص على الاوكسيد. لا، لانه طالما اكستندد يبقى الدينومينيتور بتاعي هو المنتم وليس الاوكسيد. ماليش دعوه الاوكسيد اتبصت فين، يمين ولا شمال. انا ليا دعوه المنتم باصص فين، يمين ولا شمال، لان الدينومينيتور بتاعي هو المنتم. فابص على المنتم يمين ولا شمال. فالمنتم هنا دايركتد ايه؟ رايت ولا لفت؟ المنتم لفت. لفت مانتو ترانسفيرس بالظبط كده. لفت مانتو ترانسفيرس. فالبوزيشن ده لفت مانتو ترانسفيرس. هو فلكسد ولا اكستندد؟ ده فلكسد. يبقى كده الدينومينيتور مين؟ الاوكسيد. الاوكسيد بتاع دايركت تورز رايت ولا تو ذا لفت؟ لفت. لفت انتيريور ولا بوستيريور؟
posterior يبقى ايه البوزيشن ده؟ left occipital posterior. left occipital posterior. طيب شكرا يا يارا. حد تاني يجي لنا؟ يارا يا دكاترة هبتدي. يارا نادين، نادين بقى تحط لنا positions اي position واحنا نقول لها ده ايه. يلا كويس، ده ايه بقى؟ ده extended ولا flexed؟ ده extended. يبقى كده ال denominator chin اللي هو mentor. mentor directed هنا ايه؟ anterior ولا posterior؟ anterior. direct mentor anterior، لان هو ولا right ولا left. direct direct mentor anterior. direct mentor anterior. اوكي؟ في سؤال يا جماعه في البوزيشن؟ سهله سهله مش صعبه. بليز ما تبصلهاش على سكرينز، لازم تبقى حوض وعروس، مفيهاش حل، لازم تبقى حوض وعروس. لان لو قعدنا نتخيل كده هتبقى الدنيا صعبه. انا ما بعرفش والله، يعني لو انتوا عرفتوا مهايل، بس انا مش بعرف. انا لحد دلوقتي ما بعرفش اشرحهم غير على الحوض والعروس، ما بعرفش اتخيلهم غير على الحوض والعروس. فدي بالنسبه للبوزيشنز بتاعتي. يبقى احنا خلصنا؟ لا لسه لسه، انا قدامي خمس دقايق. ماشي، خمس دقايق بس، خمس دقايق. فدي بالنسبه للترمينولوجيز بتاعتي. في ترمينولوجيز ثانيه مهم انكم تبقوا عارفينها، مش موجوده هنا في الكتاب في الموقع ده، هتلاقوها موجوده في الاول، بس مهم عشان نقدر نفولو اب مع بعض. خلاص، نفولو اب في الاوبستريكس مع بعض. في حاجه اسمها جرافيديتي وباريتي. يعني ايه جرافيديتي؟ جرافيديتي يعني الست دي حملت كم مره. جرافيدا يعني حمل، بارا يعني ولاده، ولدت كم مره. اوكي، جرافيديتي يعني حملت كم مره، باريتي يعني ولدت كم مره. بمعنى اخر ان لو الست دي ولدت بعد الايدج اوف فايبيليتي هتخش في الجرافيديتي ولا الباريتي؟ بعد 24 اسبوع بقت بارا، بقت ولاده، سواء كان البيبي ليفنج او ديد. مش بتكلم على ليفنج ولا ديد فيس، انا بتكلم على جيستيشنال ايج، يعني قبل الايدج اوف فايبيليتي. ولاده حصلت قبل الايدج اوف فايبيليتي دي اسمها جرافيديتي واسمها ابورشن. ولاده حصلت بعد الايدج اوف فايبيليتي دي اسمها ولاده فعلا، ودي باريتي. وذر البيبي كان ليفنج او ديد. ده بالنسبه لجرافيديتي وباريتي. في حاجه اسمها اوبستريك كود، ده از ان انترناشونال كود كل الناس بتتعامل بيه. بينقسم ليه؟ فول تيرم، بري تيرم ابورشن، اند نمبر اوف ليفنج. فول تيرم بريجننسيز، كان عندها كم مره وصلوا لفول تيرم بريجننسي. بري تيرم بريجننسي، كم مره كان في بري تيرم بريجننسي. ابورشن، كم مره كان عندها ابورشن. وليفنج، اللي عايشين معاها دلوقتي مش اللي اتولدوا عايشين، اللي عايشين معاها دلوقتي مش اللي اتولدوا عايشين. اوكي، فول تيرم، بري تيرم، ابورشن اند ليفنج، او الافبال. افبال فول تيرم اللي هو يعني فوق 36 اسبوع، ده اسمه فول تيرم. طالما البيبي اكتر من 36 اسبوع ده اسمه فول تيرم. بري تيرم اللي هو من كام لكام؟ من 24، لان ده الايدج اوف فايبيليتي ليه 36 اسبوع، فهو ده البري تيرم. البري تيرم اللي هو من 24 36 اسبوع. امال الابورشن؟ اقل من 24 اسبوع. والليفنج عايشين معاها دلوقتي. لو انا قلت لك ان الست دي ولدت مره، ولدت مره توينز، كويس، وكانوا عند 28 اسبوع والاثنين عايشين، ايه الافبال بتاعها؟ يعني ولدت مره توينز وكانوا الاثنين ولدت عند 28 اسبوع والاثنين عايشين معاها دلوقتي، هيبقى 0 1 0 بالظبط كده. لان احنا بنتكلم على حملت كم مره؟ هي حملت مره وولدت مره، كان النتيجه 2. هي ما حملتش مرتين، هي حملت مره واحده، الاوتكم بتاعها كان 2. واضح؟ فاحنا هنا فول تيرم بريجننسي، كام فول تيرم بريجننسي كان عندها؟ كام بري تيرم بريجننسي كان عندها؟ كام ابورشن كان عندها؟ نمبر اوف ليفنج دلوقتي عندها قد ايه؟ فالمنظر ده يعني هي ما كانش عندها اي فول تيرمز، حملت مره بري تيرم، ما عندهاش ابورشن، بس الناتج عندها 2. فعرفنا ان الواحد الحمل ده نتج عنه توينز. واضح الافكار يا دكاتره؟ طيب لو قال لك ان هما التوينز دول واحد عايش واحد مات، نفس الست نفس الست، واحد عايش واحد مات، 0 1 0 1 بالظبط كده. من الكود ده انا مش هعرف هو كان الناتج توين ولا ده، في الهيستوري بقى اللي انت هتعرفه. بس
الموبايل ده بيتحسبوا ازاي؟ اوكي؟ في سؤال في الافاك، في حاجة اسمها نيجلز فورميلا. نيجلز فورميلا دي ما ينفعش تبقى انت بتدرس انت اولادك وما تعرفهاش، لان منها الست هتقول لك الفيرست داي اوف لاست مانس بير بتاعتها انت تحسب لها الجستيشنال ايج هتولد امتى. نيجلز فورميلا هي بتقول لك اللاست مانس بير، ايوه بس الفيرست داي اوف لاست مانس بير لازم تبقى انت متاكد ده الفيرست داي، لان كل العينات المصريات او الستات المصريات ان جنرال بيقولوا لك اللاست داي اوف لاست مانس بير، احنا بنحسبها من الفيرست داي اوف لاست مانس بير. يعني تقول لك اخر سالها اخر دوره جاتك امتى يا مدام؟ جات لي يوم مثلا 12، جات لي الدوره يوم 2/10/2020. احسب لها بقى الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، بنزود طبعا 9 شهور لان الحبل كل الناس عارفه ان هو 9 شهور و7 ايام، بنزود 9 شهور و7 ايام، يبقى الاكسبكتد ديت اوف ديليفري بتاعنا امتى؟ ها؟ 9/7/2021 بالظبط كده، لان احنا في النيجل فورمولا هي بتديك الفيرست داي اوف لاست مانس بيريد، انت بتحسب الاكسبكتد ديت اوف ديليفري انك انت بتزود 7 ايام و9 شهور او تنقص 3 شهور، هي هي لان هو السنه 12 شهر خلاص. فده بالنسبه للنيجل فورمولا. هقول لكم اكزامبل ثاني، لو قالت لك انه كان اللاست مانس بيريد بتاعتها يوم 27/4/2019 expected date of delivery بتاعنا ها 4 ها 2 1 ها سنة، حد يقول لي سنة 2020 سنة وراها مش هتبقى مش هتولد قبل ما تحمل. طيب في ناس قالت 4/2/2020 وفي ناس قالت 4/1/2020، مين مع 4/2/2020 ومين مع 4/1؟ ما احنا قلنا الرول بتاعتنا بنقص 3 فهو 4/1 هي الاوقع، بس اللي هيقول لي 4/1 ما ينفعش يقول لي 4، يبقى لازم يقول لي 34 لان هو ما زودليش هنا 7 ايام، فاللي هيقول 1 انا موافقه بس لازم تبقى يوم 34 يناير، صح ولا ايه؟ فطبعا انتم ما تقبلتوهاش، لان ازاي هتقول لعينه كده؟ اكيد العينه مش هتثق فيه، فبالتالي انت رحت نايل على الشهر اللي بعده. لما نقلت على الشهر اللي بعده لان مفيش 34 يناير لكن في 4 فبراير، يبقى بقى فبراير ما يبقاش يناير، والا كده تبقى انت اكلت منها شهر. يعني انتوا فاهمين ازاي؟ هي دي بس التكه الصغيره اللي في نيجلز فورمولا، اللي هو في اواخر الشهور في اواخر الايام يعني يبقى لازم تزود شهر. ليوبولد مانوفر، هوريكم الصوره وامشي. ليوبولد مانوفر هوريكم صورتكم وامشي. يعني ايه ليوبولد مانوفر يا دكاتره؟ ليوبولد مانوفر يعني انا بعمل ابدومينال اكزامينشن على واحده ست اوبستاتريك، واحده ست حامل، واحده ست حامل بعمل لها ابدومينال اكزامينشن عشان اعرف البيبي ده ايه الفاندل ليفل بتاعه، فاندل ليفل يعني هي حامل قد ايه كويس، الفاندل جريب يعني امسك كده جريب عند ناحيه الفاندس كويس واشوف انا حاسه راس ولا حاسه باتوكس كويس، الفيرست بلبيك جريب والامبيليكال جريب دول اسمهم ليوبولد مانوفر، بحس البيبي بحس البيبي ده عشان اعرف اذا كان كفالك ولا بريتش. اول صوره دي فاندل ليفل يعني اشوف البيبي ده فول تيرم ولا هو 36 اسبوع ولا مش عارفه 24 اسبوع ولا 12 اسبوع ولا ايه. لو هو عند الزيفي ستيرنم ده بيبقى فول تيرم او 36 اسبوع، لو عند الامبيليكس ده بيبقى من 20 ل 24 اسبوع، يعني حاجه كرود ميثود عشان تعرف بس هو البيبي ده قد ايه الجستيشنال ايج بتاعه، فتعرف اذا كان ايكوال للبيريد اوف امينوريا ولا اكتر ولا اقل. لو هي بتقول لك انا حامل مثلا في الشهر السابع، السابع اللي هو 7 في 4 يعني 28 اسبوع، وانت بتعمل اكزامينشن لقيت ان الفاندل ليفل واصل لحد الامبيليكس اللي هو احنا عارفين ده 20 ل 24 اسبوع، فايه رايك؟ ده اقل من البيريد اوف امينوريا، يا اما يبقى عندها ميسكالكيليشن، يا اما البيبي ده اي جي ار او لو فور لو بيرث ويت او كده، يعني في مشكله. لو هي بتقول لك انا حامل في السادس اللي هي يعني 24 اسبوع ولقيته واصل للزيفي ستيرنم اكتر من البيريد اوف امينوريا، يبقى كده ايه؟ يبقى كده ممكن يبقى توينز، ممكن يبقى في مشكله ان ايه اللي خلق اوفر سايز قبله. فده اول حاجه اللي هي الفاندل ليفل. فاندل جريب ان انا بشوف الجريب انا همسك ايه من فوق، بمسك ايه من فوق، راس ولا باتوكس. الراس بتبقى هارد طبعا، دي بون هارد وبلاطبل، يعني
يعني تقدر بتلق كده لان في ميه فبتبقى بالاتبل وريجولر. لكن الباتوكس بتبقى سوفت ريلاتيفلي سوفت طبعا لان هو سوفت تيشو وما بتبقاش بالاتبل ما بتلقش خلاص وما بتبقاش هارد بتبقى سوفت. فده الفرق بين الفاندل جريب لو انت شفت راس او باتوكس. طب افرض ان انت عملت الفاندل جريب ولقيت انك انت حاسس حاجه هارد وبالاتبل وريجولر يبقى ايه البريزنتيشن بتاعت الحمل ده؟ بريتش. لان طالما حسيت راس فوق يبقى دفنت الباتوكس هي اللي تحت فهو كده يبقى بريتش بريزنتيشن. لو انا بعمل اكزامينيشن ولقيت الفاندل جريب بتاعتي سوفت ومش بالاتبل ومش ريجولر يبقى كده البريزنتيشن هنا ايه؟ كيفاليك. لان كده الفاندل جريب فيها باتوكس يبقى بالتالي هي كيفاليك بريزنتيشن. فانا بنعمل ليوبولد مانوفر ده اللي هو الفاندل ليفل والفاندل جريب اللي هي فوق وبرده البلفيك جريب. بلفيك جريب يعني هعمل نفس الكلام عند السيمفيزيس بيوبس عشان اتاكد انا حاسه راس ولا حاسه باتوكس. الامبليكال جريب اللي هو عشان تشوف الباك تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت. فده بالنسبه لاخر ترمينولوجي كنا عايزين نعرفها اللي هو سيمفيزيس ليوبولد مانوفر اللي هي فاندل ليفل فاندل جريب والفيرست والسكند بلفيك جريب. بكره ان شاء الله هناخد الميكانيزم اوف ليفر. شوفها.